رجال وفيران. رجال وفيران مسرحية في 3 فصول و6 مناظر للكاتب الأمريكي جون ستاينبيك، ترجمها عبد المنعم الحفني ويخرجها عبد الرحيم الزرقاني. الفصل الأول، المنظر الأول، مساء الخميس. ضفة رملية على شاطئ نهر سالينس، وقد ظللته أشجار الجميز. هناك شجرة جميز ضخمة على اليمين في مؤخرة المسرح. المسرح مغطى بأوراق الشجر الجافة. جو المسرح مظلل وهادئ، والشمس الغاربة تضيئه. ترتفع ستار على المسرح وهو خال، وهناك عصفور يزقزق وكلب ينبح من بعيد، ثم يرتفع صوت نداء واضح لطائر السمان، وينقلب النداء إلى تحذير، ثم تسمع خفقة أجنحة السرب كله وهو ينهض مدبرا. يرى شخصان يدخلان المسرح خلف بعضهما، جورج القصير في المقدمة، يتبعه ليني، وكلاهما يحمل بطانية ملفوفة. يقتربان من الماء، ويلقي الرجل القصير بطانيته، ويقلده الرجل الضخم الآخر، ثم ينحني فوق الماء ويعب منه، ويسمع لشربه صوت. ليني، بحق الله لا تشرب كثيرا. ليني، أتسمعني؟ ستحس بعد ذلك بالتعب كما حدث بالأمس. هذا حسن، اشرب قليلا يا جورج، اشرب قليلا أنت أيضا. لست متأكدا من صلاحية الماء، يبدو لي أنه فاسد. جورج، انظر هذه الدوائر المرسومة في الماء، انظر ماذا فعلت. مذاقه حلو، ولكن يبدو مع ذلك أنه ماء راكد نوعا ما. ليني، يجب ألا تقرب الماء إذا وجدته آسنا. إنك لا تشرب الماء من مزراب لو كنت عاطشا. كان بوسعنا أن نركب رأسا إلى المزرعة. لم يكن سائق الأتوبيس يصدقنا ما يقول. بضع خطوات وتجدون المزرعة، وطالت بضع الخطوات حتى أصبحت ما يقرب من 4 أميال. أراهن أنه لم يكن يريد أن يتوقف عند باب المزرعة. أراهن أنه شديد الكسل لدرجة أنه ما كان يريد التوقف، ولن أدهش إذا بلغ من كسله أنه لم يتوقف إطلاقا بسوليداد. بضع خطوات وتجدون المزرعة، بضع خطوات وتجدون المزرعة. جورج، ها، ماذا تريد؟ جورج، إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل نسيت ذلك بهذه السرعة؟ هل أعود إلى ترديد ما سبق أن قلت؟ والله إنك لمخبول. لقد نسيت، حاولت ألا أنسى، والله لقد بذلت كل جهدي. حسن حسن، سأعيد عليك الكلام. أصبحت لا عمل لي إلا أن أقضي حياتي في ترديد الكلام عليك. أنت تنسى ما أقول وأنا أكرره عليك. لقد حاولت وحاولت ولكن بلا جدوى. جورج، أنا أذكر كلامك عن الأرانب. أوه، لتذهب الأرانب إلى الجحيم، إنك لا تذكر شيئا سوى هذه الأرانب.
ألا تذكر جلوسك على الرصيف في شارع هوارد ناظرا إلى تلك السبورة؟ طبعا أذكر ذلك، لكن ماذا فعلنا أيامها؟ أذكر أنه كانت هناك فتيات يعبرن وأنت تقول. ليذهب ما قلت إلى الجحيم. أتذكر عندما ذهبنا إلى محل ماري وريدي وأعطونا بطاقات عمل وتذاكر أتوبيس؟ بالطبع يا جورج، أذكر ذلك الآن. جورج، ها؟ ليس معي بطاقة العمل، لابد أني فقدتها. لم تكن معك بطاقة عمل أبدا، أنا أحتفظ بالإثنتين معي. أتحسب أني أدعك تحمل بطاقتك؟ ظننت أني وضعتها في جيب سترتي. ماذا تخرج من هذا الجيب؟ لا شيء في جيبي. أعرف أن لا شيء فيه، إنه في يدك الآن. ماذا في يدك؟ لا شيء معي يا جورج، صدقني. هيا أعطنيه. إنه مجرد فأر. فأر؟ فأر الحي؟ لا، مجرد فأر ميت، لم أقتله صدقني، وجدته ميتا. أعطنيه جورج، أتركه معي. أعطنيه. أخذ. وما حاجتك إلى فأر ميت؟ كنت أربت عليه بإمهامي بينما كنا نسيه. حسن، لن تربت على فيران بعد ذلك وأنا معك. والآن هيا نرى ما إذا كنت تستطيع أن تتذكر إلى أين نحن ذاهبون. نسيت مرة أخرى. يا إلهي، حسن، انظر، نحن في طريقنا لنعمل في مزرعة ماشية كالتي كنا نعمل بها في الشمال. الشمال؟ في ويد. بالطبع تذكرت، في ويد. والمزرعة التي نحن في طريقنا إليها هناك على بعد ربع ميل من هنا، سنذهب إليها ونقابل الناظر. ونقابل الناظر. والآن انتبه لما أقول. سأعطيه بطاقات العمل، فلا تنطق بحرف. كل ما عليك هو أن تقف هناك ولا تنطق بحرف. ولا تنطق بحرف، لأنه لو اكتشف ما أنت عليه من عبط فلن يشغلنا. أما لو رأك وأنت تعمل قبل أن يراك وأنت تتكلم فسنجد عملا. فهمت؟ أجل يا جورج، أجل، فهمت. حسن، والآن عندما نقابل الناظر ماذا ستفعل؟ أنا لن أقول شيئا، سأقف هناك فقط ولا تنطق بحرف. عظيم. والآن كرر ما قلت مرتين أو ثلاثا حتى تتأكد من أنك لن تنسى. لن أقول شيئا، لن أقول شيئا، لن أقول شيئا. وحذاري أن تأتي أفعالا كالتي فعلتها في ويد. كالتي فعلتها في ويد؟ وهل نسيت ذلك أيضا؟ لقد أخرجونا من ويد جريا. جريا، يا للجحيم، لقد جرينا نحن. كانوا يطاردوننا ولكنهم لم يستطيعوا اللحاق بنا. أراهنك أنني لم أنسى ذلك. يا إلهي، يا إلهي، إنك مشكلة. لو لم تكن معي لاستقرت حياتي وسارت أموري على ما يرام. كنت عشت حياة سهلة. سنعمل يا جورج في مزرعة ماشية. وهو كذلك، ولكننا سننام هنا الليلة، لأني أريد ذلك، أريد أن أنام هنا. لماذا لا نذهب إلى المزرعة لنتعشى؟ لديهم عشاء في المزرعة، لماذا؟ لا لسبب إطلاقا، مجرد أني أحب أن أنام هنا الليلة. سنذهب غدا لنعمل. لقد رأيت آلات الدراس في طريقها إلى هناك، وهذا يعني أننا سنشتغل في تعبئة القمح في زكائب ورفعها بواسطة الرافعات. الليلة سأقضيها هنا حالما. الليلة لا زكائب قمح ولا رؤساء عمال في دنياي. الليلة شراب على حسابي في هذا البيت الذي وجدناه. ويا له من بيت جميل يلني بيتنا هنا. أننام الليلة بلا عشاء. ولكننا سنتعشى. اجمع أنت بعض الحطب، فلدي ثلاث علف فاصوليا، سأفتحها وأنت تعد النار. إني أحب الفاصوليا بصلصة الطماطم. حسن، ولكننا لا نملك صلصة طماطم. اذهب الآن لإحضار الحطب، ولا تلعب هنا أو هناك، عما قليل يسود الظلام. ماذا يفعل هنا؟ هيا هيا،
اعطني هذا الفأر. ما هذا يا جورج؟ ليس معي فيران. اي اعطني، لا تخفي شيئا. اعطني هذا الفأر والا اذيتك. اعطيك ماذا يا جورج؟ انت تعرف جيدا ما الذي ستعطينيه. اريد هذا الفأر. لست ادري لماذا لا تدعه لي، انه لا يخص احدا وانا لم اسرق، لقد وجدته مكوما في الطريق. اعطني. خذ خذ، لم اكن افعل به شيئا محظورا. كل ما هنالك اني كنت اربط عليه بيدي، وهذا شيء ليس محظورا. ايها المخبول، اكنت تحسب انك تستطيع ان تخدعني؟ اكنت تحسبني لن ارى قدميك المبللتين من اثر خوضك في الماء ساعيا وراءه؟ تعولك الطفل يا إلهي، كيف يبكي رجل فحل مثله؟ لني أنا لم أخذه منك لأني بلا قلب. هذا الفأر ميت من زمن، بالإضافة إلى أنك مزقته وأنت تربت عليه. لو حصلت على فأر ميت حديثا فسأدعك تلهو به قليلا. لا أعرف أين توجد الفيران. أذكر أنه كانت هناك سيدة تعطيني إياه، كانت تعطيني كل فأر تصطاده، ولكن أين ذهبت هذه السيدة؟ سيدة؟ ناوين الحطب، إنه لا يذكر حتى من كانت هذه السيدة. إنها كانت عماتك كلارا، كفت عن إعطائك الفيران لأنك كنت دائما تقتلها. كانت الفيران صغيرة جدا، كنت أربط عليها فتعض أصابعي ثم أضغط على رؤوسها ضغطا خفيفا فتموت، لأنها كانت صغيرة يا جورج، لا تتحمل. كما تلهف على اقتنائنا للأرانب يا جورج. إنها ليست صغيرة الحجم كالفيران. لتذهب الأرانب إلى الجحيم. تعال تعال لنأكل، عندنا فاصوليا تكفي أربعة رجال. أفضل الفاصوليا بالصلصة. حسن، لا صلصة عندنا، كل ما ليس عندنا تريده. يا إلهي، لو كنت وحدي لكنت أسعد حالا. كنت وجدت عملا وملقيت مشاكل ومآزق، فإذا حل آخر الشهر حصلت على $50 التي تخصني، وذهبت إلى المدينة واشتريت كل ما شئت، وقضيت الليل بطوله في فندق، وتناولت طعامي في أي مكان، وطلبت من الخادم كافة ما أتمنى. جورج، أنا لم أطلب صلصة. لكنت استطعت أن أفعل ذلك كل شهر، أشتري جالونا من الويسكي، أو أروح عن نفسي بلعب الوراق والمراهنة على ضرب النار. فما الذي جرى؟ ماذا يمنعني؟ أنت لا صبر لك على عمل، ومع ذلك تتسبب في ضياع كل عمل أحصل عليه. لم أقصد ذلك يا جورج، إنني لا أفعل شيئا سوى التجوال من مكان إلى مكان طول الوقت. وليت الأمر يقتصر على هذا فقط، بل إنك تجلب علينا المتاعب، إنك تضع نفسك في مآزق فأضطر إلى التدخل لإخراجك منها. ليس الأشرار هم الذين يثيرون الزوابع خلفهم، ولكنهم الأغبياء. ما شأني بك؟ ما شأني بك؟ لم تجر علي معرفتي بك سوى المصائب. أنا يا إنك جورج، إنك تريد فقط أن تتحسس ثوب تلك الفتاة، تريد فقط أن تربط عليه بيدك ما لو كان فأرا. بحق الله، كيف كان يتسنى لها أن تعرف أنك لا تريد إلا أن تتحسس ثوبها؟ كيف كان لها أن تعرف أنك تريد فقط أن تربط عليه كما لو كان فأرا؟ لم أكن أقصد ذلك يا جورج. طبعا لم تكن تقصد ذلك، لم تكن تقصد أيضا أن تجعلها تطلق تلك الصرخات المحمومة، ولم تكن تقصد أن نختبئ كلانا في المصرف بينما الكل حولنا يفتش عنا بالبنادق. دائما أنت لا تقصد. ماذا؟ وددت لو كان في مقدوري أن أضعك في قفص وسط ملايين الفيران لتربط عليك هي حتى الموت. جورج، ماذا تريد؟ كنت أمزح فقط يا جورج، لا أريد صلصة، وحتى لو وجدت الصلصة أمامي الآن فلن أقربها. لو وجدت بعض الصلصة هنا لكنت أعطيتها لك، ولو كان عندي مال لاشتريت لك كل ما تتمنى. وأنا ما كنت لأقربها يا جورج،
كنت أتركها كلها لك. كنت تستطيع أن تغرق الفاصوليا فيها، وما كنت أقرب أنا شيئا منها. كلما فكرت فيما يمكن أن يكون عليه حالي بدونك تضايقت وألم بالغضب. لم أعد أحس بالراحة والاستقرار. هل تريدني أن أرحل وأتركك وحدك؟ وإلى أين يمكنك أن تذهب؟ حسن، يمكنني أن أرحل إلى التلال التي هناك، حيث يمكنني أن أجد كهفا أسكنه وأعيش فيه. مرحى، وكيف أتسنى لك الحصول على الطعام؟ إنك أغبى من أن أتركك وحدك لتحصل على طعام تتبلغ به. سأجد حتما شيئا أقتات به، لن أحتاج إلى طعام جيد بالصلصة. سأمدد جسمي في الشمس ولن يؤذيني أحد. وإذا عثرت على فأر فسيكون في مقدوري الاحتفاظ به لنفسي، ولن يأخذه أحد مني. ليني، أعترف بأني كنت فظا معك ليني. إذا كنت قد زهدت فيه فإنني سأرحل على التو إلى هذه التلال حيث أجد كهفا أسكنه، يمكنني أن أرحل في أي وقت. ليني، لقد كنت أمزح معك، بالطبع أريدك أن تبقى معي. ما يضايقني هو قتلك للفيران باستمرار. اسمع ليني، عندي اقتراح. سأحصل لك عند أول فرصة على كلب صغير، قد لا تقتله لأنه كبير، ثم إنه أقوى من الفيران، وعلى ذلك تستطيع أن تربت عليه بيدك كما تشاء. إذا كنت غير راغب فيه فما عليك إلا أن تقول ليرحل، وسأرحل فورا إلى هذه التلال وأعيش منفردا حيث لا يسرق مني أحد فيراني. ليني، ولكني أريدك أن تعيش معي. إنك يا ليني لو عشت بمفردك فسيطلقون عليك الرصاص كما لو كنت ذئبا ضاريا. هذا والله ما سوف يحدث لك. ابق معي. إن عمتك كلارا، سواء كانت حية أو ميتة، لا تحب أن تراك في الدنيا وحيدا. جورج، قص علي قصصك كما كنت تفعل في الماضي. أقص عليك أية قصص؟ عن الأرانب. لا تضايقني أكثر من ذلك. هيا يا جورج، خبرني أرجوك كما كنت تفعل في الماضي. حسن، سأقص عليك ثم نتناول غداءنا. هيا يا جورج. الفتية أمثالنا، ممن يعملون في مزارع تربية الماشية، هم أكثر الناس إحساسا بالوحدة في العالم. إنهم بلا أسرة وبلا بيت، يكدون ويكدحون في مزارع تربية الماشية ويدخرون ما أمكنهم، ثم ينزلون إلى المدينة ليلهوا ويبعثروا كل ما ادخروه من كدهم وكدحهم. يخرجون من هذه المزرعة ليشتغلوا في تلك، فهم بلا أمل ولا غاية في الحياة. نعم، هذه هي القصة، والآن خبرني عن حياتنا. ولكن الحياة معنا لا تسير على هذا المنوال. إن لنا مستقبلا، وهناك من يمكننا أن نتحدث إليه ويهتم بأمرنا. إننا في غير حاجة إلى أن نجلس في الحانات نعب الخمر عبا، لا لسبب سوى أننا لا نجد مكانا آخر نذهب إليه. إن غيرنا قد يوضعون في السجون ولا من يسأل عنهم أو يهتم بأمرهم. أما نحن فالأمر معنا مختلف. ولماذا؟ ذلك لأنك معي تعنى بي وترعاني، ولأني معك أعنى بك وأرعاك، وهذا هو السبب. استمر يا جورج، استمر. لقد حفظتها عن ظهر قلب، إنك تستطيع سردها علينا أنت نفسك. لا، أنا أنسى بعض أجزاء منها. خبرني عن الغد، عن مستقبلنا في وقت آخر. لا، خبرني عن الغد. حسن، في يوم من الأيام سيتحسن حالنا معا، وسيكون لدينا بيت صغير وبضعة أفدنا وبقرة ومجموعة من الخنازير ونسري
ونمتلك أرانب. استمر يا جورج، خبرني عما سيكون لدينا في الحديقة وعن الأرانب في عششها. قص علي ما سيكون عليه المطر في الشتاء وعن الموقد، وسمك القشطة على سطح اللبن ستكون كثيفة حتى لا تقدر على شقها. خبرني عن ذلك يا جورج. ولماذا لا تتولى أنت سرد القصة علينا بنفسك؟ إنك تحفظها كلها. إنها لن تكون بنفس الجمال إذا قصصتها أنا. هيا أرجوك قل لي كيف سأعنى بالأرانب. حسنا، سيكون عندنا قطعة أرض كبيرة لزراعة الخضار ومزرعة للأرانب والدجاج، وعندما تمطر سنضرب عرض الحائط بالعمل وسنشعل نارا حامية ونجلس حولها وننصت إلى قطرات المطر وهي تنقر على السقف. لا وقت لدي للتحدث أكثر من ذلك. بماذا ستجيب غدا عندما يوجه إليك ناظر الزراعة أسئلته؟ لن أنطق بحرف. مرحى، إنك ولد ذكي، إنك فعلا تتحسن. أراهن أني سأسمح لك برعاية الأرانب، وخاصة إذا كانت ذاكرتك بمثل هذه القوة التي تذكر بها بماذا ستجيب على ناظر الزراعة. سأتذكر والله. ليني، أريدك أن تنظر حولك بإمعان. أتظن أن في مقدورك أن تتذكر هذا المكان؟ المزرعة تبعد عنا بنحو ربع ميل من هنا. ما عليك إلا أن تسير بمحاذاة النهر فتصل إلى حيث نجلس الآن. فعلا يمكنني أن أتذكر هذا المكان. ألم أتذكر أني لن أنطق بحرف إذا سألني الناظر؟ نعم لقد تذكرت ذلك جيدا. اسمع يا ليني، إذا تصادف ووقعت في مشكلة فكل ما أطلبه منك هو أن تسرع إلى هذا المكان وتختبئ في الأكمة. أختبئ في الأكمة؟ اختبئ في الأكمة حتى ألحق بك. أتظن أنه بإمكانك أن تتذكر كلامي هذا؟ بالطبع يا جورج، أختبئ في الأكمة حتى تلحق بي. ولكن حذاري أن تقع في مشاكل، لأنك لو وقعت في مشاكل فلن أسمح لك برعاية الأرانب. لا، لن أقع في مشاكل ولن أنطق بحرف. حسن، لقد وعيت الدرس، أرجو أن تتذكر على أي حال. إن النوم هنا سيكون ممتعا، نتطلع فوقنا ونستمتع بأوراق الشجر. لا تضع مزيدا من الحطب، دع النار تنطفئ. يا لله، إنك تحس بالحرية وأنت بلا عمل، بشرط ألا تكون جوعان. هيا، أعد بطانيتك واستعد للنوم. جورج، ماذا تريد؟ حبذا لو كانت الأرانب ذات ألوان مختلفة يا جورج. بالطبع، أرانب حمراء وزرقاء وخضراء، ملايين الأنواع منها. أرانب ذات فراء يا جورج، كالتي رأيتها في معرة ساكرامنتو. بالطبع، أرانب ذات فراء. وإلا رحلت عنك يا جورج وسخنت أحد الكهوف. اخرس،
جورج. ماذا؟ لقد خرست يا جورج. المشهد الثاني من الفصل الأول. الزمن: الصباح المتأخر من يوم الجمعة. المكان: داخل عنبر النوم لعمال المزرعة. حوائط العنبر عبارة عن ألواح من الخشب المطلي باللون الأبيض، والأرضية عارية من الطلاء، وهناك منظرة مربعة ثقيلة وقد اصطفت حولها صناديق تستعمل كمقاعد، وفوق كل سرير يوجد صندوق مسمر إلى الحائط يستخدم كرفين توضع فوقهما ممتلكات العمال. وفوق كل سرير يوجد منبه يتكتك بجنون. أشعة الشمس تنساب خلال النوافذ. الأشياء الموضوعة على الصناديق المثبتة في الحوائط هي صابون وبودرة التلك وأمواس علاقة ومجلات وزجاجات أدوية وأمشاط. وعلى جانبي هذه الصناديق تتدلى بعض أربطة العنق المعلقة في مسامير. وفي وسط العنبر يتدلى من السقف مصباح فوقه عاكس مستدير داكن اللون. يرفع الستار على المسرح وهو خال، ولا يسمع فيه سوى تكتكة المنبهات الكثيرة. يرى كاندي وجورج ولني أولا يمرون عبر نافذة العنبر المفتوحة. هذا هو العنبر، بابه من الجانب الثاني. يرتفع مزلاج الباب ويدخل كاندي وهو رجل عجوز أكتافه محنية، يلبس سروالا أزرق من نوع البلو جينز وسترة من القطن، ويحمل مكنسة كبيرة في يده اليسرى، بينما ترى يده اليمنى مقطوعة من المعصم، وهو يمسك الأشياء بأن يحتضنها بين ذراعه اليمنى وجنبه. يدخل الحجرة، يتبعه جورج ولن يتحدثون. كان الناظر يتوقع حضوركما مساء أمس، وغضب غضبا شديدا عندما لم تحضر أمس حتى يمكنكما العمل هذا الصباح. يمكنكما أن تنام على هذين السريرين هناك. سأخذ السرير العلوي، لا أحب أن تقع فوقي يا ليني. بحق الشيطان، ما هذه العلبة؟ لا أعرف. مكتوب عليها يقتل القمل والعتة والحشرات الأخرى. أيتها السرة هذه التي أعطيتمونا إياها؟ الحقيقة آخر رجل رقد هنا كان حدادا، وكان إنسانا طيبا، وكان يحب النظافة كأقوى ما يكون الحب. كان معتادا على غسل يديه حتى بعد أن يتناول طعامه. وما حاجته إلى قاتل الحشرات هذا لو أن سريره كان نظيفا؟ الحقيقة هذا الحداد المدعو ويتي كان من النوع المتشكك الذي كان يضع قاتل الحشرات هذا حتى لو لم يوجد بق. سأقص عليك بعض نوادره. كان بعد أن يغلي البطاطس يقشرها ويقطعها قطعا، يفحصها قبل أن يلتهمها، فإذا شك في أمر إحداها ألقى بها ولم يقربها، وكان يتأمل صفار البيض، فإذا وجد بها احمرارا أزاله بسكينه أولا ثم يبدأ في الأكل، ولكنه لا يستمر مع ذلك، بل سرعان ما يتركه متقززا خائفا. هذا هو الصنف الذي كان ينتمي إليه ويتي،
صنف نظيف مبالغ في نظافته، كان يرتدي أحسن ملابسه أيام الآحاد حتى ولو لم يكن معتزما الذهاب إلى أي مكان، كان يلبس كل شيء حتى ربطة العنق ثم يجلس في العنبر. ولماذا رحل عن هنا؟ رحل كما يرحل الآخرون، قال إنه خارج بسبب رداءة الطعام ولم يذكر سببا آخر. حسن، ولكني أحذرك أني لو وجدت حشرات بهذا السرير فسأحاسبك حسابا عسيرا. سيكون الناظر هنا عما قليل ليأخذ اسمك، لقد كان سائرا عندما لم تحضر في الصباح واقتحم علينا خلوتنا ونحن نتناول الإفطار وقال بحق الجحيم أين هذان الرجلان الجديدان، ثم ضرب السائس الزنجي. الزنجي تقول؟ نعم إنه زنجي ولكن طيب، ظهره به عاهة نتيجة رفصة حصان، ومع ذلك فالناظر ينهال عليه ضربا كلما صار لأي سبب، والسائس لا يعترض ولا يشكو. وما هي طباع الناظر؟ لو إنسان له كل الصفات التي ترشحه ناظر زراعة، يغضب أحيانا ولكنه في قرارة قلبه طيب. أقول لك ماذا فعل في عيد الميلاد؟ حسن، جاءنا يحمل جالونا من الويسكي وقال اشربوا حتى السمال يا أولاد، فعيد الميلاد لا يتكرر سوى مرة كل عام. ليس معقولا، جالون كامل؟ نعم يا سيدي، ما أمتعها من ليلة، سمحوا للسائس الزنجي أن يسهر معنا تلك الليلة، وظل أحدهم وهو شاب يدعى سميتي يعمل في سلخ الجلود يعاكسه، وتلاحم الاثنان وهم سكارى، وأصروا ألا يستعمل سميتي رجليه في العراق، وانتصر الزنجي وأوقعه أرضا، واحتج سميتي وقال إنه لو كان قد استعمل رجلي لقاتل الزنجي، ولكنهم ردوا عليه بأن ظهر الزنجي مكسور ولذلك وجب عليه ألا يستعمل رجليه في الضرب. وهل الناظر هو مالك المزرعة؟ لا، إنه المشرف فقط، المالك شركة أراض كبيرة. نعم يا سيدي، في تلك الليلة قدم إلينا يحمل جالونا كاملا، جلس هناك بالضبط وقال اشربوا حتى الثمال يا أولاد. الرجلان اللذان كنت تتحدث عنهما قدم تول يا سيدي. لقد كتبت إلى مكتب ماري وريدي في طلب رجلين هذا الصباح، هل معكما بطاقة العمل؟ ها هما. حسن، إنها ليست غلطة مكتب ماري وريدي، الغلطة غلطتكما، البطاقات تقول يتعين عليكم الحضور هنا في الصباح ولكنكما جئتما متأخرين. سائق الأتوبيس خدعنا وأنزلنا قبل المزرعة بعشرة أميال، سرناها على أقدامنا، لم يكن من المتيسر أن نصل قبل ذلك. لقد كونت فريق جمع القمح ناقصا رجلين، وأرى أنكما ستضلان الطريق لو لحقتما بهم الآن، ثم إن وقت الغداء قد قرب فاستريح الآن وانضم إليهم بعد ذلك. ما اسمك؟ جورج ميلتون. جورج ميلتون، وما اسمك أنت؟ اسمه لينيس مول. لينيس مول، التاريخ اليوم 20، ظهر يوم 20. وأين كنتما تعملان يا أولاد؟ بالقرب من ويد. وأنت أيضا؟ نعم، وهو أيضا. إنك ضخم وقوي، ألا ترى ذلك؟ نعم، وهو شغال بهمة أيضا، ولكنه لا يتكلم البتة، هل هو ثقيل اللسان؟ نعم، ولكنه شغال وقوي كالثور. أنا قوي كالثور. أنت قوي إذن، وماذا تعمل؟ إنه يعمل أي شيء.
ماذا تعمل؟ كل ما تأمره به، إنه يسلخ الجلود بمهارة، يحمل أجولة الحنطة، يسوق المحراث، أي شيء يقوم به، جربه أولا. إذن لماذا لا تتركه يجيب عن نفسه؟ ما الذي يضحكه؟ إنه يضحك كلما أثير. صحيح، ولكنه عامل مجد، لا أدعي أنه ذكي، ولكنه يقدر على رفع كيس زينته 400 راطل. كفى كفى، كم سيعطيك؟ ماذا تقول؟ قلت كم سيعطيك هذا الرجل؟ أتكون أنت الذي تستولي على أجره؟ بالطبع لا هذا ولا ذاك. شيء غريب، لم أرى في حياتي رجلا يهتم بأمر رجل آخر كل هذا الاهتمام. كنت أهدف من سؤالي إلى معرفة كم في المئة تتقاضى منه نظير الدعاية له بهذا الشكل. إنه ابن خالتي، وعدت أمه أن أعنى به، رفسه حصان في رأسي عندما كان صبيا، وهو سليم الآن، ولكنه فقد شيئا من ذكائه. مره بعمل أي شيء يؤديه على خير وجه. حسن حسن، إنه لن يحتاج إلى أي ذكاء لتعبئة الشعير في أجولة، ولكن لا تحاول أن تخدعني يا ميلتون، لأني سأراقبكما. لماذا خرجتما من ويد؟ انتهى عملنا. وأي عمل كان ذاك؟ كنا نحفر بالوعة. حسن، ولكن لا تحاول أن تخدعني، لأنك لن تفلح في الهروب سليما. لقد تعاملت مع كثيرين وعركتهم جميعا. استعد للذهاب مع فريق جمع الحبوب بعد الغداء، إنهم الآن في الحقول يجمعون الشعير ويدرونه بالآلات، لتكن أنت ورفيقك ضمن فريق سليم. سليم؟ نعم، الشاب الطويل الذي يعمل بسلخ الجلود، ستراه وقت الغداء. هل قضيتما وقتا طويلا في الطريق؟ قضينا 3 أيام في فريسكو نتطلع للافتات. ولم تذهب إلى النوادي الليلية؟ كنا نبحث عن عمل. فريسكو بلد عظيمة، حافلة بكل ألوان اللهو لمن يطلبه. إننا نصدف عن ألوان اللهو هذه. اذهبا مع فرق جمع الحنطة بعد الغداء، ولتدركا أن من يعمل يأكل الشهد من عرقه، وأن من يتوانى ويتكاسل لا يجني غير الجوع والحرمان. هذا مبدئي، واسأل أي واحد عما أعنيه بكلام هذا. إذن فقد كنت لا تنوي النطق بحرف واحد، وعدت بأن تمسك عليك لسانك. اتفقنا على أن أكون أنا المتحدث باسمينا. يا ملعون، كدت تفقدنا الوظيفة ويطردنا الرجل من هنا. نسيت. إنك تنسى دائما، إنك تسببت في أن يشك الرجل فينا. سيراقبنا الآن، وأصبح لزاما علينا أن لا نقع في أخطاء. اسمع، من الآن فصاعدا احفظ لسانك الطويل في فمك، ولا تنطق بحرف. كان الرجل طيبا في أواخر حديثه. أليس هو الناظر؟ ألا تدرك ذلك؟ حسن، إنه ناظر أولا، وإنسان مهذب ثانيا. إنه يعرف عمله، وعمله عنده في المرتبة الأولى، فلا تحادث أي ناظر بعد الآن، وأدرك أن كل ما بينك وبينه علاقة عمل. أد عملك وتقاضى منه أجرك عليه. تحادث الناظر؟ إنك لا تستطيع معرفة ما إذا كنت تحادث الناظر أو الإنسان المهذب. احفظ هذه النصيحة مني جيدا، أقفل فمك تسلم وتغنم. جورج، ماذا تريد الآن؟ لم يحدث أن رفثني حصان في رأسي يا جورج، أنت تعرف ذلك. يا ليت ذلك حدث، إذا لكنت أرحت العالم منك. وقلت له إنني ابن خالتك. كنت أكذب، وأحمد الله أنك لا تمت إلي بصلة. ولو كنت قريبي. أنت يا رجل، أنت ماذا تفعل هنا؟ أكنت تسترق السمع؟ لا، لم أكن أسترق السمع. تعال يا ماكس. ماكس؟ نعم، كلبي هذا. لقد كنت أقف في ظلال الحائط أريح كلبي. انتهيت لتوي من مسح دورة المياه. بل كنت تسترق السمع وتحاول أن تعرف أسرارنا. إنك فضولي وأنا لا أحب الفضوليين. لقد وصلت توا، لم أسمع ما تقول أنا، ولا يهمني ما تقول أنا. إننا معشر عمال المزارع لا نحب التجسس على ما يقوله غيرنا، ولا نحب أن نتعرف أسرار الغير. نعم، إن لك ذلك. نحن كذلك حتى لو علق خبزنا بهذا التجسس.
إن هذا الكلب عجوز طاعن. نعم، هو عندي منذ أن كان قروا صغيرا، كان كلب حراسة ممتاز عندما كان يافعا. ما رأيك في الناظر؟ عال، يبدو عليه الطيبة. لو طيب فعلا وسوف يعجبك، ولو أنه لا يحب أن يخدعه أحد في العمل. متى نتناول طعامنا؟ في 11:30؟ أرأيتم أبي؟ كان هنا منذ دقيقة واحدة فقط، أظنه ذهب يكال لي ناحية المطبخ. سأحاول أن ألحق به. أوه، أأنتم الرجلان الجديدان اللذان كان ينتظرهما أبي؟ نعم، لقد وصلنا حالا. إن أبي يلزمه عاملان لشحن الحبوب. أمارست تعبئة الشعير في أكياس من قبل؟ بالطبع نعم، لقد أدى هذا العمل كثيرا. أنا أقصده هو بالكلام، هل سبق لك أن عبأت شعيرا في أكياس؟ بالطبع سبق له هذا. دعه يتكلم عن نفسه. افرض أنه لا يرغب في الكلام. ولكنه يجب أن يرد على الناس إذا سألوه، فما دخلك أنت في ذلك؟ إننا صديقان. إذن فهذا هو السبب. أي سبب؟ وأنت ترفض أن تترك هذا العملاق يتكلم. له أن يتكلم إذا شاء. لقد وصلنا توا. حسن، في المرة القادمة يجب أن ترد إذا سئلت. إنه لم يسئ إليك في شيء. أو تتحداني؟ ربما. سنرى في المستقبل. غريب، ماذا يعني بكلامه هذا؟ إن ليني لم يسئ إليه بتاتا. إنه ابن الناظر، اسمه كيرلي، وهو ماهر في الضرب، مارسه في الملاكمة وأبلى فيه بلاء حسنا، والعمال هنا يقولون إنه ملاكم ماهر. حسن ليكن ملاكما ماهرا كيف شاء، ولكنه لا حق له في تحدي ليني، فليني لم يؤذيه في شيء. حسن ربما لأنه ذو جسم صغير، فهو يحس بكراهية لذوي الأجسام الضخمة، شأنه في ذلك شأن أمثاله من الرجال صغار الحجم. إنه دائما محب للشجار معه. ألم يصادفك في حياتك رجال من هذا النوع دائم الشجار؟ فعلا، لقد قابلت الكثيرين من هذا الصنف من الرجال الصغار المحبين للعراك، ولكن كيرلي هذا من الأوفق له ألا يبحث لنفسه عن شجار مع ليني. فليني ليس سريعا وماهرا، أعترف بذلك، ولكنه لو جرب قواته مع ليني فسيؤذيه ليني. حسن، إن كيرلي سريع وماهر في الضرب، إني لا أحب العراك، ولكن افرض أن كيرلي هجم عليه ولكمه وغلبه، فالجميع يمتدحون كيرلي ويصفون ضربه بالسرعة والمهارة. حسن، لكن افرض كذلك أن كيرلي هاجمه ولكن الآخر هذا الليني كان له صاع صاعين وغلبه، فالجميع يلومون الآخر ويقولون إنه أضخم من كيرلي، وأن قوتهما غير متكافئة، وأنهما كان يجب أن يرد على ضربات كيرلي. وهكذا ترى أن هذا الكيرلي لا يعطي أحدا فرصة للانتصار عليه. مع ذلك فمن الأوفق له أن يحضر ليني، فليني ليس محاربا مجيدا، ولكنه قوي وسريع، ولا يعرف قواعد لعبة الملاكمة ولا يعترف بها. لا 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 تخبر كيرلي أني تحدثت معك عنه وإلا سلخني. إنه لا يخاف من أحد، لا لسبب سوى أن أباه هو الناظر. إن هذا الكيرلي لا يساوي عندي شروى نقير، إنني لا أحب أمثاله من التافهين. لقد صار أسوأ من ذلك في الفترة الأخيرة. تزوج منذ عدة أسابيع، وزوجته تعيش في بيت أبيه الناظر، ويبدو أنه صار أكثر عصبية منذ زواجه. حاله يشبه الآن حال من يجلس فوق عش نمل وقرصته إحدى النمال الكبيرة، ومن فرط إحساسه بالبؤس يشعر بتوتر شديد يجعله على استعداد لضرب أي مخلوق وأي شيء. إني آسف لحاله. ربما كان يتعمد الإتيان بهذه الأعمال
ليستعرض عضلاته أمام امرأته. هل رأيت هذا القفاز الذي يضعه في يده اليسرى؟ نعم رأيته. حسن، هذا القفاز مليء بالفازلين. فازلين؟ لماذا؟ يقول كيرلي إنه يبقي هذه اليد ناعمة لزوجته. أوه، ولكن كيف يقول هذا الكلام عن زوجته؟ إنه كلام قذر، يجب ألا يذيعه هكذا بين الناس. من يعيش يرى أكثر، انتظر حتى ترى زوجتك كيرلي ثم احكم بنفسك. هل هي جميلة؟ نعم جميلة، ولكن ولكن ماذا؟ حسن، إنها لعوب. مرحى مرحى، متزوجة منذ أسبوعين ولعوب. ربما كان هذا هو سبب عصبية كيرلي. هذا صحيح، لقد رأيتها تغمز لسليم. سليم؟ سليم، سليم يمتهن سلخ الجلود وهو فتى رقيق وسيم. نعم نعم، لقد رأيتها تغمز لسليم. طبيعي أن كيرلي لم يرها، ولكني رأيتها بنفسي، ورأيتها أيضا تغمز لفتى آخر يدعى كارلسون يشتغل بسلخ الجلود هو الآخر. يبدو أن الحكاية مسلية. تعرف ماذا أظن يا سيدي؟ حسن، أظن أن كيرلي هذا تزوج من غانية لعوب. إنه ليس أول من يتزوج غانية ولا آخرهم. يجب أن أذهب الآن لأعد المياه والأواني اللازمة لاغتسال العمال، ستصل فرقهم عما قليل. على فكرة، هل ستنضمان لفرق تعبئة الشعير؟ نعم. إنك لن تبلغ كيرلي ما قلته لك. بالطبع لا. ومع ذلك تبين الأمر بنفسك وسترى ما إذا كانت غانية أم لا. اسمع يا ليني، ينبغي أن تدرك جيدا أن هذا الفتى كيرلي سيسبب لك المتاعب. لقد قابلت أشكالا كثيرة من هذا الطراز من الرجال. أتعرف ماذا سيكون منه في أول الأمر؟ سيحاول أن يعركك، وقبل ذلك سيحاول أن يخيفك، وسيتشاجر معك من أجل ذلك في أقرب فرصة تتاح له. ولكنني لا أريد مشاكل مع أحد. لا تدعه يتشاجر معي يا جورج. إني أكره أمثاله، أنا أعرف هذا الصنف. إنه فعلا كما يقول العجوز، إن كيرلي دائما الكسبان. إذا حاول أن يعاركك فابتعد عنه يا ليني، إنه ابن الناظر، فلا تنسى هذه الحقيقة. حاول أن تبتعد عن طريقه، تفهمني؟ لا تحادثه أبدا، وإذا قدم إلى هذا الجانب من العنبر اتركه لي وانتقل إلى الجانب الآخر. تذكر هذا الكلام جيدا يا ليني. ولكني لا أريد مشاكل مع أحد، لم أوذه ولم أسئ إليه، فماذا يريد مني؟ لا فائدة من هذا الكلام، سيوجد كيرلي السبب ليثير شجارة معك، ولكنك لو ابتعدت عنه ولم تحدث لن يجد وسيلة للاحتكاك بك. أتفهمني؟ حاضر يا جورج، لن أنطق بحرف. ها هم العمال القادمون، لا تفخ بحرف. تذكر. أغاضب أنت مني يا جورج؟ أنا لست غاضبا منك، لقد أثارني هذا العين كيرلي. كنت أحسب أننا سندخر هنا بعض المال، ربما $100، ولكن بهذه الطريقة لن نعمر طويلا. اسمع، ابتعد عن كيرلي. حاضر، لن أفوها بحرف. لا تدعه يثيرك، ولكن إذا تطاول عليك هذا اللئيم بالضرب فلا تتوانى. لا أتوانى عن ماذا يا جورج؟ لا تلقي بالا. اسمع، إذا وقعت في مأزق من المأزق فتذكر ما قلته لك سابقا. إذا وقعت في مأزق فلن تسمح لي بتربية الأرانب. ليس هذا ما أعنيه. أنت تذكر المكان الذي بتنا فيه أمس، المكان القريب من النهر؟ نعم نعم أذكره. أذهب إلى هناك وأختبئ في الأكمة حتى تلحق بي. هذا ما أعنيه، اختبئ حتى ألحق بك.
لا تدع أحدا يراك. اختبئ في الأكمة المجاورة للنهر، والآن كرر ما قلته لك. أختبئ في الأكمة المجاورة للنهر. الأكمة المجاورة للنهر. إذا وقعت في مأزق. إذا وقعت في مأزق. يا سائس، يا سائس، أين ذهب هذا السنكيت الملعون؟ إني أبحث عن كارلي. كان هنا منذ دقيقة واحدة ولكنه ذهب. أأنتما العاملان المستجدان اللذان قدما توا؟ نعم. أحيانا يأتي كارلي إلى هنا. حسن، وهو ليس هنا الآن. حسن، إذا لم يكن هنا فأرى أنه من الأوفق أن أبحث عنه في مكان آخر. إذا تصادف ورأيت كيرلي فسأنقل إليه أنك كنت تبحثين عنه. وما ضرر البحث يا صديقي؟ هذا يعتمد على ما تبحثين عنه. لقد كنت أبحث عن شخص أتحدث معه. ألا تحس أحيانا أنك وحيد وأنك تحن إلى التحدث إلى شخص ما؟ لا بأس، ضع هذين الفرسين في الصالات الشمالية. هاي سليم. هلاو. أنا أحاول أن أجد كارلي. حسن، إنك لا تبحثين جادة. لقد رأيته يتوجه إلى بيته. يجب أن أذهب الآن. يا لها من امرأة اللعوب. إذن فهذا هو النوع الذي اختاره كيرلي لتكون زوجة له. هل شممت العطر الذي تضعه على نفسها؟ والله إني ما أزال أشمه للآن. إن الواحد ليس بحاجة لأن يراها، يكفي أن يشم الرائحة فيعرف أنها قريبة منه. إنها جميلة. نعم، وهي لا تستفيد بهذا الجمال هنا. كيرلي مشغول عنها بعمله. إنها لجميلة. أتسمعني أيها اللعين المجنون؟ لا تجشم نفسك حتى مؤونة النظر إلى هذه الغانية. لا يهمني ما تقوله هي أو ما تفعله. لقد عانيت من سم أمثالها من قبل، ولكني لم أرى حياة الرقطاء أشر من هذه المرأة. أحذرك حتى من تنسم الهواء الذي تتنسمه هي. لم أتنسم قط في حياتي هواء فيه امرأة يا جورج. حسن حسن، ولكنها عندما كانت تقف هناك عارضة ساقيها لم تكن أنت تنظر في الناحية الأخرى. لم أكن أقصد شيئا سيئا يا جورج، بشرفي لم يكن قصدي سيئا. حسن، ابتعد عن طريقها، دعها لكارلي فهو جدير بها. قفاز مليء بالفازلين، أراهن أنه يأكل بيضا نيئا ويراسل شركات الأدوية كذلك. أنا لا أحب هذا المكان، إنه ليس مكانا طيبا، أنا أكره هذا المكان. اسمع، أنا لا أحبه أكثر مما تحبه أنت، ولكن علينا أن نثابر على العمل فيه إلى أن ندخر بعض المال. إننا مفلسون ويجب أن نحصل على بعض المال. لو أمكننا الحصول فقط على بعض الدولارات لذهبنا من هنا إلى النهر الأمريكي وبحثنا عن الذهب. أجر العامل هناك دولاران يوميا. فلنذهب يا جورج، فلنذهب من هنا، إنه مكان عفن. قلت لك يجب أن نمكث هنا بعض الوقت، يجب أن نحصل على بعض المال. لنكف عن الحديث الآن، فعما قليل يصل العمال. ربما كان من اللازم أن نغتسل نحن أيضا، ولكن لم نفعل شيئا لنتسخ بسببه. إن الضوء أسطع بالخارج، لا أكاد أرى شيئا هنا. هل أنتم المستجدان؟ جئنا توا. هل تشتغلان في تعبئة الشعير في الأكياس؟
هكذا طلب منا الناظر. أرجو أن يضمكما إلى فرقتي. ذكر لنا الناظر أننا سننضم إلى رجل يعمل في سلخ الجلود يدعى سليم. هو أنا. وهل أنت تعمل في سلخ الجلود؟ إنهم يمتدحونك كثيرا. نعم، إن يدي سريعة في القطع. ومع ذلك تبقى في هذه المزرعة، أي عقل هذا؟ وما العمل يا صديقي؟ إنك تشبه من يقول إن الرئيس يأمرك بماذا تفعل، ولكنك لو أردت معرفة كيفية أداء الذي يجب أن تفعله يلزمك أن تسأل المنوط به سلخ البغال. والمثل يقول أيضا إن من يتقن صناعة السلخ يأكل الشاة. حسن، أرجو أن تكون ضمن فريقي، فأنا أشكو من عاملين مغفلين عندي لا يفهمني شيئا البتة. هل مارستما تعبئة الشعير من قبل؟ أوه كثيرا، لا أشكر في نفسه إلا إبليس، لذلك لن أتحدث عن نفسي، ولكن هذا العملاق هناك يستطيع أن يرفع وحده ما يرفعه رجلان معا. وهل تسافران معا دائما؟ نعم، نحن كما تقول يرعى أحدنا الآخر، إنه ليس ذكيا ولكنه عامل مجد وشخص لطيف أيضا، أنا أعرفه من زمان. إن الناس لا يرعون بعضهم البعض كثيرا، ولا أدري لماذا، ربما كان كل إنسان يخشى زميله في هذه الدنيا اللعينة. لقد جربت صحبة الإخوان ووجدت نفسي مع غيري أكثر تحملا للدنيا، وعندما تعتاد على العشرة مع الناس لن تحس بالوحدة أبدا. هلو سليم. ها هلو، هذان مستجدان. مرحبا بكما، اسمي كارلسون. وأنا جورج ميلتون وزميلي ليني سمول. ها؟ سمول؟ أهلا بكما، ولكنه اسم على غير مسمى، إنه ليس صغيرا أبدا. كنت أريد أن أسألك يا سليم عن كلبتك، كيف حالها؟ لم أرها تسير تحت عربتك هذا الصباح. ولدت أمس 9، أغرقت 4 منهم لأنها لم تستطيع إرضاعهم جميعا. وعندك الآن 5؟ نعم 5، لقد أبقيت على أكثرها صحة وأكبرها حجما. وأي نوع من الكلاب تظنهم يكونون؟ لا أدري، النوع السائد هنا كلاب الرعاة، لذلك أظن أن أباهم كان كلبا من هذا النوع. كان عندي في يوم من الأيام كلب من نوع الأرديل، وكان لرجل آخر كلبة من النوع ذي الشعر الأبيض اللطيف، وكانت الكلبة بها شبق للحمل، ولذلك كان الرجل يحبسها، ولكن كلب الأرديل وكان يدعى توم نهش الحاجز الخشبي بينه وبينها حتى آخره والتقى بها. وجاءني الرجل يكاد ينفجر غضبا وقال: أنا لا يهمني لو حملت الكلبة، ولكن الذي يغيظني أنها وضعت اليوم 5 من نوع كلبك، لقد كان يقابلها من وراء ظهري. عندك 5 كلاب صغيرة، هل تنوي الاحتفاظ بها كلها؟ لا أدري، ولكني سأحتفظ بهم لبعض الوقت حتى لا يمتلئ ضرع لولو باللبن ويؤلمها. حسن، اسمع أسلم، فكرت في شيء. كلب كاندي عجوز لا يصلح لشيء، حتى أنه لا يستطيع المشي، ورائحته عفنة للغاية، وفي كل مرة يحضره فيها كاندي إلى عنبر النوم تظل رائحته في أنفي مدة 2 أو 3. فلماذا لا تعطي واحدا من كلابك لكاندي وتجعله يطلق النار على كلبه العجوز ويتخلص منه؟ إني أشم رائحة هذا الكلب من مسافة ميل، إنه بلا أسنان ولا يستطيع أن يأكل، وكاندي يطعمه باللبن، إنه لا يستطيع المضغ ويسحبه بحبل لئلا يصطدم بشيء ما في طريقه. هيا بنا. من الأوفق لكم أن تسرعا لكي لا يفوتكم الغداء، لن يتبقى شيء على المائدة في ربع دقائق. جورج. لقد سمعته يا ليني، وسوف أسأله أحد هذه الكلاب. كلب بني في أبيض. هيا بنا لنتغدى، ماذا يدريني إذا كان عنده كلب بني في أبيض؟ اطلب منه واحد الآن يا جورج قبل أن يقتل المزيد منه. حاضر،
هيا بنا الآن، فلنذهب. هل رأيتما فتاة هنا؟ كانت هنا منذ نحو نصف ساعة. أوه حسن، وماذا كانت تفعل هنا؟ قالت إنها تبحث عنك. وأي طريق سلكت؟ لا أعرف، لم أراقبها وهي تذهب. أتعرف يا ديني إنني أخشى أن أصطدم مع هذا اللعين بنفسي لشد ما أكره قلة أدبه. هيا بالله، لن يتبقى شيء من الطعام لنا. جورج، هل ستطلب منه إعطائنا كلبا بني على أبيض؟ الفصل الثاني، المشهد الأول. نحن الآن في نحو 7:30 من مساء الجمعة، نفس عنبر النوم الذي مر علينا في المشهد السابق. يرى ضوء الليل يتخلل النافذة، ولكن العنبر مظلم تماما في الداخل. تسمع من الخارج أصوات لعبة حدوة الحصان، صوت ارتطام الحدوة عندما لا تصيب الهدف وتقع على الأرض محدثة صوتا مكتوما، ثم رنينها عندما تقع على الوتد مصيبة الهدف. ترتفع من وقت لآخر أصوات متهكمة عندما لا تصيب الحدوة هدفها، وأصوات استحسان عندما تصيب الهدف. يدخل سليم وجورج العنبر المظلم سويا. يمد سليم يده ويضيء لمبة الكهرباء المظللة بمظلة من القصدير، ويجلس على صندوق أمام المائدة. يجلس جورج في الكرسي المواجه له. لماذا تشكرني؟ أنا لم أفعل شيئا، كنت سأغرق معظم هذه القراءة على أي حال، وعلى ذلك لا حاجة بك إلى شكري لو أعطيتك واحدا منها. ربما لم يعني الأمر كثيرا بالنسبة لك، ولكن الأمر بالنسبة لي عظيم الأهمية. والله إني لفي حيرة، فكيف سنحتال على جعله ينام معنا هنا؟ سيطلب منا أن ندعه ينام في المخزن، ولو منعناه سيثير المشاكل في وجوهنا ويصر على المبيت في قلب الصندوق الذي تنام فيه الجراء. لقد كنت مصيبا فيما ذكرت عن قوته، ربما لم يكن ذكيا، ولكني لم أرى عاملا بمثل هذه القوة. لقد كاد أن يقتل زميله في التعبئة من التعب، لم يستطع أن يجاريه أبدا. والله إنه لفتى شديد المراس. ما عليك إلا أن تذكر له ما تريد فعله، وسيؤديه على خير وجه طالما كان عملا جسمانيا لا يحتاج إلى مجهود ذهني. ما أغرب تلازمكما على هذا النحو؟ وما وجه الغرابة في ذلك؟ لا أدري، ولكني لم أعرف أحدا من هؤلاء العمال يتخذ له رفيقا في أسفاره. إنكم أدرى بهم، إنهم يقدمون ليعملوا لفترة من الزمان ويتسلموا أجورهم ثم يرحلوا كما جاءوا، لا يهتمون بأحد ولا يصادقون أحدا. ولكن الحال معكما يختلف، يبدو الأمر مضحكا نوعا ما، فهو كطائر الوقواق وأنت بألمعيتك، ومع ذلك فأنتما رفيقان. أنا لست على قدر كبير من الذكاء كما تصفني، وإلا لما اشتغلت عاملا أعبئ الشعير في زكائب لقاء 50 سنتا. لو كنت ألمعيا حقا، أو لو كنت حتى على قدر من الذكاء، لكنت في حال غير الحال، ولكنت مزارعا أزرع الأرض لحسابي.
ومن لا يتمنى أن يفعل ذلك؟ حتى أنا تراودني أحيانا نفس الفكرة في مهنتي. لهذا ترى أن صداقتنا ليست غريبة إلى هذا الحد. ثم إننا من بلد واحد، ولدنا في أوبيرن، وعرفت عمته، وكانت قد ضمته إليها وهو لم يزل بعد طفلا وربته. ولما ماتت عمته أخذت ليني معي وألحقته بالعمل الذي كنت أشتغل به، وسرعان ما تآلفنا واعتاد أحدنا على الآخر. كانت حياتنا معا في مستهلها مرحة، وكثيرا ما كنت أتندر عليه لغبائه وعجزه عن القيام بشؤون نفسه، ولكن حتى هذا التندر لم يكن يفهم سببه. نعم نعم، لقد كنت أنعم بهذا التندر، فقد كان يجعلني صاحب امتياز عليه أمام الناس. هذا ما لاحظته. كان يلبي أي طلب لي ولو بدا مستحيلا، ولكني لم أعد أجد في ذلك متعة. ولو أنه لم يتضايق أبدا، وكنت أثيره وأغيظه، وكان في استطاعته أن يحطم عظامي بيديه المجردتين، ولكنه لم يرفع إصبعا في وجهي. حتى لو اعتديت عليه بالضرب؟ حتى لو اعتديت عليه بالضرب. سأخبرك ما الذي منعني من الاستمرار في التندر عليه. حدث في يوم من الأيام، وكانت جماعة من الفتيان ترقبنا، وكنا بالقرب من نهر الساكرامنتو، أن أحسست بمدى تسلطي عليه وتهت عجبا بنفسي، فاستدرت إليه وقلت له: اقفز في النهر. وهل فعل؟ نعم، قفز، رغم أنه لم يكن يعرف السباحة إطلاقا، وكاد أن يغرق. ولما أنقذته كان مؤدبا معي وشكرني رغم ذلك، ونسي تماما أني أنا الذي أمرته بالقفز. ومن يومها لم أعد إلى ذلك أبدا. إنني أحس بنوع من الخجل كلما تذكرت هذه الحادثة. إنه إنسان طيب، والطيب لا حاجة به إلى الذكاء، بل العكس هو الصحيح. فالشخص الذكي حقيقة نادرا ما يكون طيبا. هل تعلم يا سليم أني وحيد لا أهل لي؟ لقد رأيت فتيانا يجوبون المزارع بحثا عن عمل، كانوا يشعرون بالوحدة، وهذا شيء مؤلم. ليس في حياتهم أي نوع من المتعة، وبعد مدة قصيرة تضيق أخلاقهم وتسوء طباعهم. نعم، لقد رأيتهم كذلك، حتى أنهم بالفعل لا يرغبون في الحديث إلى أحد، بل إن لهم أساليبهم الخاصة في الحياة. يسكنون جماعة في غرفة واحدة، ومع ذلك فكل منهم في حاله، يحتفظ لنفسه بخصوصياته، ولا يدري أحد من أين جاء ولا إلى أين سيذهب. غير أن ليني كثيرا ما يضايقني، ومع ذلك فلا يمكنني أن أستغني عنه لأني قد اعتدت عليه. إنك تعلم أن الإنسان عندما يعتاد على شيء فليس من السهل أن يتخلص من هذه العادة، وهذا ما لم أصرح به لأحد من قبل. وهل تريد الآن أن تتخلص منه؟ إنه يقع في المشاكل دائما لأنه لا يدري شيئا من أمر نفسه، تماما كما حدث في ويد. أرجو ألا تخبر أحدا بهذا. وماذا حدث في ويد؟ لن تخبر أحدا، أليس كذلك؟ طبعا لن تخبر أحدا. ماذا فعل هناك؟ رأى فتاة ترتدي فستانا أحمر، وقد اعتاد كشأن البلهاء من أمثاله أن يلمس بيديه كل ما يعجبه، فأراد أن يتحسس الفستان، ولكن الفتاة صرخت فارتبك ليني، وعندما يرتبك يجمد في مكانه ويواصل ما كان يفعله. غريب. واستمرت الفتاة في صراخها، وكنت قريبا منهما، وسمعت صراخها فجريت إلى مكانهما، وكان ليني مذعورا ذعرا شديدا ويداه متشبثتان بها، حتى اضطررت إلى ضربه على رأسه ليفيق ويتركها. وما الذي حدث بعد ذلك؟ جرت الفتاة وأبلغت البوليس أنه اغتصبها، ونشط البوليس في البحث عنه، واضطررنا إلى أن نختبئ في قناة راي بقية النهار، ولا يظهر منا غير رأسينا خلف سيقان العشب النامي على شاطئ القناة. ولما حل الليل هربنا وابتعدنا عن ود. ولكنه لم يؤذي الفتاة طبعا؟ أبدا، ولكنه أفزعها فقط.
إنه إنسان غريب. أتقول غريب؟ إذا ماذا ستقول لو سمعت بما فعله هذا الطفل الضخم ذات مرة؟ في يوم من الأيام كان يمشي في الطريق هايليني، هل أعجبك الجرو؟ إن لونه بني في أبيض كما تمنيت. ليني، ماذا تريد يا جورج؟ قلت لك إنك لن تستطيع أن تحضر ذلك الجرو إلى هنا. أي جرو يا جورج؟ لا جراء عندي. لا جراء عندك؟ وما هذا؟ أعطني إياه يا جورج، أعطني إياه. قم فورا وخذ الجرو إلى حظيرة الكلاب، إنما كان هو مع أمه. أتريد أن تقتله؟ تحرمه من أمه مع أنه ابن يوم واحد فقط؟ أرجعه إليها، وإلا طلبت من سليم ألا يعطيك إياه. أعطني إياه ثانية يا جورج وسأرجعه إلى أمه. لم يكن قصدي سيئا، أقسم بشرفي على ذلك، لم أبغي سوى ملاطفته قليلا. إذا خذ، هيا أعده بسرعة ولا تخرجه من حظيرته. والله إنه ليس بأكثر من طفل. إنه فعلا ليس أكثر من طفل، ولا يتعدى أذاه ما يفعله الأطفال من أمثاله، ولا يمكن أن يختلف عنهم إلا في قوته البدنية. أراهن أنه لن يحضر الليلة لينام هنا، إنه سيرقد ملتصقا بالصندوق الذي تنام فيه الكلاب في المخزن، فلينام حيث يشاء إذن، فلن يؤذي نومه أحدا هناك. هلو سليم؟ هلو جورج؟ هلو. ألم يلعب أيكم لعبة حدوة الحصان؟ لا أحب أن ألعبها كل ليلة. تعال يا ماكس لننام. إيه؟ هل لدى أيكم قليل من الويسكي؟ جنبي يؤلمني. آسف يا كاندي، لو كان لدي شيء منه لشربته أنا نفسي، حتى لو لم يكن جنبي يؤلمني. إنه كرنب العين، كنت أعرف أنه مؤلم لي قبل أن أكله. يا لمهارة هذا الزنجي في إصابة الهدف. إنه ماهر حقا. إنه يصيبها تماما. نعم، ولا يعطي أدنى فرصة لأحد كي يكسب. يا ماكس، يا إلهي، إن رائحة هذا الكلب عفنة. أخرجوا من هنا يا كاندي. لم أعرف في حياتي شيئا له رائحة عفنة كرائحة الكلاب العجوزة. يجب أن تخرجه من هنا. إيه، إنه إلى جانبي أغلب الوقت ولم ألحظ أن له رائحة عفنة. ليكن، ولكني لا أقوى على تحمله هنا. إن رائحته تظل في المكان حتى بعد خروجه. لا أسنان له وجسمه متيبس من الروماتيزم. إنه لا نفع فيه لك يا كاندي، فلما لا تطلق عليه النار؟ كيف؟ كيف بالله أفعل ذلك؟ هو معي طوال هذه المدة. إنه عندي منذ أن كان جروا رعيت معه الأغنام. إنك لا تطيق النظر إليه الآن، ولكنه كان أحسن كلاب الرعي التي رأيتها. كنت أعرف رجلا في ويد كان لديه كلب من نوع الأرديل يحرس الغنم بعد أن تعلم ذلك من الكلاب الأخرى. ألا ترى يا كاندي أن هذا الكلب العجوز يتعذب طول الوقت؟ لو أخذته معك إلى الخارج وأطلقت عليه النار تماما في مؤخرة الرأس تماما هنا، فلن يدرك ما الذي ضربه. لا أستطيع، لا أستطيع، إنه صحبني عمرا طويلا. إنه ما عاد سعيدا بحياته، ورائحته متعفنة جدا. دعني أطلق عليه النار بدلا منك، وسأتحمل أنا وزر ضربه. ربيته منذ أن كان جروا. دعه وشأنه يا كار، الكلب في ذاته غير مهم، المهم هو شعور الرجل بالنسبة لكلبه. ذات يوم كان عندي كلب لا يساوي شيئا، ورغم ذلك فما كنت لأرضى أن أتنازل عنه حتى ولو أعطوني كلب صيد غالي الثمن في مقابله. صدقني يا كاندي أن استمرار حياته لا يفيده. اسم، إن كلبة سليم ولدت الآن، فما رأيك لو أن سليم أعطاك أحد أبنائها لتربيه؟ نعم. أتوافق يا سليم؟ نعم، يمكنك أن تحصل على جرو لو رغبت. قد يتألم ماكس من إطلاق الرصاص علي. أنا لا يزعجني مطلقا أن أواصل الاعتناء به. أحسن له أن يموت، لن يحس بأي عذاب لو أطلقت عليه النار بطريقتي. سأضع البندقية هنا تماما في مؤخرة الرأس بالضبط. اتركه وشأنه يا كار. لماذا؟
حتى رعشة الموت لن يحس بها. اتركه وشأنه. اسمع، هل رأيت هذا؟ هل رأيته في هذا الكتاب؟ رأيت ماذا؟ خذ هذا واقرأ. لا رغبة لي في قراءة شيء، سيتم كل شيء يا كاندي في دقيقة. هيا بنا. هل رأيته يا سليم؟ اقرأه أنت هنا وأسمعنا بصوت عال. وما هو الذي سأقرأه؟ اقرأه. عزيزي المحرر، إنني من قراء مجلتكم من 6 سنوات، وأظنها أحسن مجلة في السوق. أحب قصص بيتر راند، وأرجو أن يكتب لنا مزيدا من القصص من أمثال الراكب الأسمر. ولقد دفعني إلى الكتابة رغم إقلالي في كتابة الخطابات رغبتي في إطلاعكم على رأيي في مجلتكم التي أعتبرها من أقيم المجلات. لماذا تريدني أن أقرأ ذلك؟ استمر واقرأ الاسم المدون أسفلا. الذي يتمنى لك النجاح، ويليام تينر. لماذا تريدني أن أقرأ ذلك؟ ها كاندي، ماذا تقول؟ ألا تذكر بيل تينر الذي اشتغل هنا من نحو 3 أشهر؟ هذا الفتى الضئيل الذي كان يقود المحراث؟ إنه هو، هذا هو الفتى. اسمع كاندي، إذا رغبت فسأريح هذا الشيطان العجوز من بؤسه الآن حالا، وننهي هذه المسألة. لم يبق له شيء، لا يأكل ولا يرى ولا يكاد يقدر على المشي. غدا يمكنك أن تحصل على كلب صغير من كلاب سليم. بالتأكيد عندي منهم الكثير. ولكنك لا تملك بندقية. للأسف، ولكني أمتلك مسدسا من نوع اللوجر، ولن يؤذيه البتة. دعنا ننتظر الغد، ربما أذنت لك أن تقتله في الغد. ولما التأجيل؟ دعنا ننهي هذه المسألة، إننا لا نستطيع أن ننام ورائحته تملأ المكان حولنا. من الأوفق أن تدعه يقتله يا كاندي. حسن خذ. هيا يا ماكس، هيا يا ماكس، لن يحس بأدنى شيء. هيا يا ماكس عظيم، هيا هيا ماكس. كارلسون. نعم. خذ جاروفا معك. بالطبع فهمت. أصيبت إحدى البغال التي تعمل في فرقتي في حافرها، ويجب أن أضع عليها بعض القار. من يحب أن يلاعبني الورق؟ سألعب معك قليلا. كاندي، كاندي، يمكنك أن تأخذ أياً من هذه الجراء. يبدو أن هذا صوت فأر صادر من هناك، يجب أن نضع مصيدة هناك. ما الذي أخره هكذا؟ فرق الورق. ما الذي يمنعك؟ بهذه الطريقة لن نلعب الورق أبداً. والآن لنلعب. نعم، أظن أنكما قدمتما إلى هنا لتعملا حقنا. ماذا تعني؟ قدمتما يوم جمعة، وعلى ذلك ستعملان لمدة 2 يوم حتى يوم الأحد. لا أفهم ما تعني. لو كنت قد عملت في هذه المزارع الكبيرة كثيرا فستعرف قطعا ما أعنيه. إن الرجل الذي لا يحب العمل يقدم ظهر السبت فيتناول العشاء ووجبات الأحد الثلاث وفطور الاثنين، ثم يبرح المزرعة من غير أن يعمل شيئا. ولكنكما قدمتما ظهر الجمعة، وستضطران إلى العمل يوما ونصف، سواء أعجبتكما المزرعة أم لم تعجبكما. إننا نجمع الاستقرار هنا فترة من الوقت، أنا وليني نرجو أن نستقر قليلا.
أسلم. ها؟ أوه هلو كروكس، ماذا جرى؟ طلبت مني أن أدفئ بعض القار لقدم البغلة، ولقد دفئ القار الآن. أوكي كروكس، سأتي حالا كي أضعه عليها. لو رغبت يمكنني أن أضعه بدلا منك سيد سليم. لا لا، سأضعه بنفسي. سيد سليم، ها؟ هذا الرجل الجديد الضخم يلف حول جرائك في المخزن. إنه لن يؤذيها، لقد أعطيته واحدا من هذه الجراء. فكرت فقط أن أخبرك، إنه يخرجها من حظيرتها ويمسكها بيديه مما يضرها. أوه، إنه لن يؤذيها. إذا رأيت هذا المأفون اللعين يزيد في مضايقاته فاطرده من هناك. ألم ترى الأنثى الجديدة بعد؟ أية أنثى؟ زوجة كيرلي الجديدة. نعم رأيتها. وما رأيك فيها؟ أليست لعوبا؟ لم أرى منها شيئا بعد. راقبها وافتح عينيك، ترى أشياء كثيرة. لم أرى امرأة مثلها تشاغل كل رجل يقابلها، حتى السائس. يبدو أنه لن يسلم من مغازلتها. لا أعرف ماذا تقصد من ذلك. هل أثارت أية متاعب منذ قدومها إلى هنا؟ فهمت ما تعنيه. لا، إنها لم تثر المشاكل بعد، إنها لم تقطن هنا سوى بضعة أسابيع. إن كيرلي غاضب، ولكن غضبه لم يأخذ شكلا عمليا. هي تظهر كلما رأت الرجال هنا وتدعي أنها تبحث عن كيرلي، أو أنها نسيت شيئا، أو أنها تبحث عن شيء. يخيل لي أنها لا يمكنها أن تبتعد عن الرجال، بينما يجري كيرلي باحثا عن المتاعب، ولكن المتاعب لم تظهر بعد. المزرعة التي كلها رجال لا مكان للنساء فيها، وخاصة من أمثالها. إذا أوحت لك مشاغلتها بأفكار معينة فما عليك إلا أن تذهب معنا إلى المدينة مساء الغد. ولماذا؟ ما الذي سنفعله هناك؟ شيء معتاد، نذهب إلى ملهى سوزي. ملهى لطيف جدا، صاحبته سوزي امرأة فكهة دائمة الضحك والتنكيل. مثلا مساء السبت الماضي نادت على فتياتها عندما رأتنا عند الباب الخارجي: البسنا ستراتكن يا بنات فالمأمور قادم. ثم إن كلامها مهذب، ولديها 5 بنات. وكم تطلب منك؟ دولارين ونصف، كاس الويسكي ثمنه 15 سنتا. ولدى سوزي أيضا مقاعد جميلة للجلوس، فإذا أراد أحد أن يمكث فما عليه إلا أن يجلس على أحد هذه المقاعد ويتناول 2 أو 3 كأس ويقضي بقية اليوم هناك. ولن تعترض سوزي لأنها لا تستعجل زبائنها أو تطردهم إذا مكثوا. ربما ذهبت وألقيت نظرة. بالتأكيد تعال معنا، إننا نمرح هناك كثيرا، وهي تلقي النكات طول الوقت. مثلا هي تقول: عرفت ناسا يعتقدون إذا كان لديهم خرقة سجاد على الأرض ومصباح حقير فوق الفونوغراف أنهم يديرون حانة كبيرة. وهي تسخر بذلك من ملهى جلاديز. ومرة أخرى تقول: أعرف ماذا تريدون يا أولاد، بناتي نظيفات والويسكي عندي غير مغشوش بالماء. من يريد منكم أن يرى كيف تكون المصابيح الحقيرة ويحترق بنارها فأنتم تعرفون أين تجدونها. ثم تقول: منكم رجال هنا يعرجون، والسبب أنهم تمنوا يوما أن يروا هذه المصابيح. وهل تدير جلاديز الملهى الآخر؟ نعم. أوه يا إلهي، إنها ليلة مظلمة. إننا لا نذهب إلى جلاديز أبدا، فملهاها ليس فيه إلا 3 بنات وكأس الويسكي صغير، وهي لا تلقي النكات. ولكن ملهى سوزي نظيف ومقاعدها مريحة، والشخص يمكن أن يجلس هناك كما لو كان البيت بيته. لا أدري، ولكني ربما أذهب أنا وليني ونشرب شيئا هناك، ولكني لن أنفق دولارين ونصفا. لابد للإنسان من المتعة من وقت لآخر. إنك لم تحضره معك، أليس كذلك يا ليني؟ لا لم أحضره يا جورج بشرفي. أتريد أن تفتشني؟ إيه، ألا تنوي تكملة اللعب؟ حاضر، حسبت أنك مللت اللعب. ألم يرى أحدكم زوجتي؟ لم تكن هنا. أين ذهب أسلم؟ من نحو 5 أو 10 دقائق. هيا بنا نرى ماذا سيكون من أمرهما.
إن كيرلي يغلي وهو جاد، وإلا ما ذهب يبحث عن سليم. كيرلي سريع في الضرب جدا، ولكن بالرغم من ذلك فأحسن له لو إنه ابتعد عن سليم. أيظن أن سليم مع زوجته؟ يبدو كذلك، ولكن سليم ليس معها، هذا هو اعتقادي. ومع ذلك أحب أن أرى العراق لو كان هناك عراق. هيا بنا لنذهب. لا أحب أن أتدخل فيما لا يخصني، لا أنا ولا ليني. سأبحث عنها، لم أرى عراقا حقيقيا منذ أمد. هيا يا ويت. هيا. هل رأيت سليم في المخزن؟ نعم، وطلب مني ألا أقترب من ذلك الجرو مرة أخرى. وهل رأيت هذه الفتاة هناك؟ تقصد زوجة كيرلي؟ نعم. هل قدمت إلى المخزن؟ لا، على أي حال لم أرها أبدا. ألم ترى سليم يحادثها أبدا؟ إنها لم تكن بالمخزن. حسنا، أظن أنهم لن يروا عراكا بينهما، وإذا تعارك أحد فابتعد يا ليني. لا أحب العراك. جورج، إن طرف ورقة الكوتشينة متشابهان. لماذا هما متشابهان؟ لا أعرف، لا أعرف، إنها مصنوعة هكذا. ماذا كان يفعل سليم في المخزن عندما رأيته؟ سليم؟ أنت طبعا رأيته في المخزن. طلب منك ألا تمسك الكلاب كثيرا. نعم، كان معه وعاء مملوء بالقار وفرشاة، لا أدري لماذا. هل أنت متأكد أن الفتاة لم تدخل المخزن كما دخلت هنا اليوم؟ لا، لم تأتي. في كل مرة يأتي نصيبي في مزرعة بها فتاة لعوب، في وسع الشخص أن يشرب وينهي كل شيء مع فتيات الملاهي من غير أن تترتب نتائج على عمله، وهو يعرف كم ستكلفه المغامرة. ولكن هؤلاء الغواني من أمثال زوجة كيرلي يوقعن الرجال في مشاكل. أتذكر أندي كوش من يليني؟ ها؟ الذي كان معنا في المدرسة. ها، الفتى الذي كانت أمه تصنع له كعكا ساخنا من أجل زملائه. نعم هو. أنت تذكر أي شيء ما دام فيه ما يؤكل. حسن، إن أندي في سجن سان كوينتين الآن بسبب غانية من هؤلاء. جورج. ها؟ بعد كم من الزمن تكون لنا قطعة الأرض الصغيرة التي وعدتني بها؟ لا أعرف، يجب أن ندخر مالا وفيرا معا. أعرف أرضا سعرها رخيص ولكنهم لن يبيعوها الآن. خبرني عن هذا المكان يا جورج. قلت لك كل شيء عنه بالأمس فقط. هيا قل ثانية. حسنا، الأرض مساحتها 10 أفدنة، وبها طاحونة هوائية ومزرعة دجاج وبستان كرز وتفاح وخوخ وجوز وبعض أشجار التوت، ومكان لزراعة النباتات الخضراء، وماء كثير لريها، وهناك حظيرة خنازير وأرانب. يا جورج، يمكنني بسهولة بناء بضعة عشاش، ويمكنك إطعام الأرانب بنفسك. صحيح صحيح، يمكنني فعلا. ويمكننا أن نقتني بعض الخنازير وفرنا، حتى إذا ذبحنا خنزيرا شوينا لحمة، وعندما يكثر سمك السلمون في النهر نصيد منه المئات، وكل يوم أحد نذبح دجاجة أو أرنبا وربما بقرة أو عنزة، ونجمع القشدة من فوق اللبن، قشدة سميكة للغاية، حتى إنه يلزمنا سكين لفصلها عن الوعاء. نعم، يمكننا أن نعيش على نتاج الأرض يا جورج. طبعا، كل أنواع الخضروات في الحديقة، وإذا رغبنا في شيء من الويسكي بعنا بعض البيض أو أي شيء آخر، ولن ننام في عنابرنا هم، ولن يجبرنا أحد على العمل. خبرني عن البيت يا جورج. حاضر، سيكون لدينا بيت صغير وحجرة تخصنا. لن تكون الأرض كبيرة المساحة حتى لا نعمل فيها كثيرا، ربما اشتغلنا 6 أو 7 ساعات فقط في اليوم، ولن نحتاج إلى تعبئة الشعير 11 ساعة في اليوم، وعندما نزرعها سنحصدها بأنفسنا، وبذلك نعرف نتاج أرضنا وثمرة كفاحنا. والأرانب يا جورج، هل سأعنى بها؟ خبرني يا جورج، كيف سأعنى بها؟ حاضر، ستذهب إلى الأرض المزروعة بالأعشاب، ومعك جوال ستملأه بها، وتحضره وتضعه في أقفاص الأرانب. ستقرض وستقرض بطريقتها،
وسأراها. وكل 6 أسابيع أو ما يقرب من ذلك ستلد، وهكذا سيكون لدينا أرانب كثيرة نأكل منها ونبيع، وسنربي بعض الحمام ليطير ويحوم حول الطاحونة كما كان يفعل عندما كنت صبيا، وسيكون ملكنا ولن يضايقنا أحد. وإذا كرهنا رجلا قلنا له أخرج من هنا ويضطر إلى الرضوخ، وإذا جاءنا صديق فسيكون لدينا سرير زائد له. أتعرف ماذا سنقول له؟ سنقول: لماذا لا تبيت الليل؟ ولن يرفض، وسيكون لدينا كلب وبعض القطط المخططة، ولكن يجب أن تحرس القطط حتى لا تأكل الأرانب الصغيرة. لتجرب إذن أكل الأرانب، وسأقطع أعناقها وأنهال عليها بالعصا حتى أسويها بالأرض. هذا ما كنت أفعله لو أكلت الأرانب. وهل تعرف أين يكون مثل هذا المكان؟ لنفرض أني أعرف المكان، فما شأنك؟ لا حاجة بك إلى أخباري أين هو، ربما كان في أي مكان. فعلا هذا حق، لن تجده ولو بحثت 100 سنة. وكم يطلبون ثمنا لمكان كهذا؟ حسن، يمكنني أن أحصل عليه لقاء $600. صاحب الملك رجل عجوز مقعد، وزوجته مريضة في حاجة إلى الدواء. ولكن قل لي، ما شأنك أنت؟ لا دخل لك بنا. إنني منذ فقدت ذراعي هنا في المزرعة قل نفعي، هذا هو سبب عدم احتياجهم إليه. إنهم جعلوني كناسا وأعطوني تعويضا عن ذراعي $250، وعندي $50 أخرى مدخرة في البنك، أي أن عندي $300، وسيكون عندي 40 أخرى في نهاية هذا الشهر. اسمع، ما رأيكما لو أني انضممت إليكما؟ سأساهم $340. أعلم أني قليل النفع، ولكني أعرف الطبخ، ويمكنني أن أشرف على الدجاج وأرعى الحديقة. ما رأيكما؟ يلزمني أن أفكر في الأمر، كنا دائما وحدنا أنا وليني، ولم أفكر في إنسان آخر يشاركنا. سأكتب وصيتي وأترك نصيبي لكما إذا مت، لأني لا أقارب لي ولا أهل. هل لديكما بعض المال؟ ربما أمكننا أن نذهب الآن توا. معنا $10، نحن الاثنين. اسمع، لو أني أنا وليني اشتغلنا شهرا ولم ننفق شيئا بتاتا، فسيكون لدينا $100، وبذلك يكون معنا $440. أراهن أننا يمكن أن ندبر أمر مزرعة بمثل هذا المبلغ، وحينئذ تذهب أنت وليني وتبدأان العمل بها، وأحصل أنا على وظيفة لأدخر المبلغ الباقي. يمكنكما أن تبيع البيض وما شابه ذلك. بحق المسيح، أراهن أننا يمكننا أن نبدأ، أراهن أننا يمكننا أن نبدأ. لقد أذيت منذ 4 سنوات، وسيفصلونني عما قريب. قبل أن أعجز عن كنس عنابر النوم سيضعونني على الرف. ربما لو أعطيتكما نقودي فستسمحان لي بحرس الحديقة حتى ولو لم أكن صالحا لهذا العمل، وسأغسل الصحون والفراخ المذبوحة، ولكني سأكون في ملكنا الخاص. ألم تر ما فعلوه بكلبي؟ قالوا إنه ما عاد يصلح لنفسه أو لأي إنسان، ولكن عندما أكون مثله لن يطلق أحد النار علي. ولكني أتمنى لو أن أحدهم أراحني وأطلق النار علي، ولكنهم لن يفعلوا أي شيء من ذلك، ولن يكون عندي مكان أذهب إليه، ولن يقبل أحد تشغيلي عنده. سنشتري المزرعة، بحق الله سنشتري هذا المكان القديم، وسنذهب إلى هناك لنعيش. وإذا أقيم كرنفال أو سيرك في المدينة أو حفلة راقصة أو أي شيء من هذا القبيل، سنذهب إلى هناك ولن نسأل أحدا إذنا بالذهاب. سنقول لأنفسنا سنذهب، مجرد سنذهب، وسنذهب فعلا والله. كل ما سنفعله هو أن نحلب البقرة ونلقي ببعض الحب للطيور.
ثم نذهب ونضع بعض الحشائش أمام الأرانب. لن أنسى أن أطعمها. جورج، متى سنبدأ؟ بعد شهر واحد. كل شيء يتم في شهر واحد. أتعرف ماذا سأفعل؟ سأكتب إلى أصحاب الملك طالبا شراء الأرض، وسيدفع لهم كاندي $100 كعربون. هذا ما سأفعله بالتأكيد. هل عندهم موقد جيد هناك؟ طبعا طبعا، عندهم موقد عظيم يعمل بالفحم أو بالخشب. وسأحمل معي جروي، وأقسم بالمسيح إنه سيحب المزرعة. والآن لا تخبر أحدا عنها، ليكن أمرها سرا بيننا نحن الثلاثة ولا أحد غيرنا. سيفصلوننا لو علموا حتى لا ندخر شيئا، لنستمر في العمل كما كنا، مجرد عمال كما لو كنا سنظل هكذا نعبئ الشعير طول حياتنا. فجأة في يوم من الأيام نأخذ ما نستحقه من أجر ونرحل من هنا. يمكنني أن أعطيك $300 الآن حالا. ولا تخبر أحدا. لن نخبر أحدا يا جورج. أنت محق تماما، فلن نخبر أحدا. أتعرف أني أشم الآن هذه الرائحة التي تضعها على نفسها هذه الغانية؟ من هي التي تسميها غانية؟ لقد نشأت في بيت طيب، رباني أناس طيبون، ولم يمسسني إنسان قبل زواجي. كنت شريفة، أؤكد لك أني كنت شريفة، كنت شريفة. أنتم تعرفون كيرلي، وتعرفون أنه ما كان يظل معي لو لم يكن متأكدا أني شريفة. وأنا أجزم لك أن كيرلي متأكد. لا حق لك أن تسميني غانية. إذا لم تكوني غانية فلماذا تحومين دائما حول الرجال؟ لك بيت ولك رجل، ونحن لا نريد أن تثيري في وجوهنا مشاكل. نعم لي رجل، ولكنه لا يظل في البيت أبدا. أنا وحيدة وأريد أن أحادث أحدا، أريد أن أكون مع أحد. أتظن أني أستطيع أن أجلس فقط في البيت ولا أفعل شيئا سوى طهي طعام كيرلي؟ أريد أن أرى الناس، أراهم وأحادثهم. لا توجد نساء هنا، ولا أستطيع المشي إلى المدينة، ولم يعد كيرلي يأخذني إلى المراقص الآن. أؤكد لك أني بحاجة إلى إنسان أحادثه. إذا كنت حقا طيبة فلماذا تشاغلين الرجال وتعرضين عليهم مفاتنك؟ كل ما أريده هو أن أتودد إليهم. أنا هادئ ولكني لا أريد مزيدا من الأسئلة. هذا كل ما هنالك، لا أريد مزيدا من الأسئلة. اخرجي من هذا الباب، لا نريد مشاكل. أنا لم أقصد شرا يا سليم، كنت أسألك فقط. ولكنك تسأل كثيرا، لقد ضقت ذرعا بأسئلتك. إذا لم يكن في استطاعتك أن تحرس زوجتك أنت نفسك، فماذا تتوقع مني أن أفعل؟ من الأوفق لك أن تبتعد عني. إني أحاول فقط أن أفهمك، إني لم أكن أقصد شرا، مجرد ظن مني بأنك ربما رأيتها. لماذا لا تطلب إليها أن تستقر في البيت حيث مكانها الطبيعي؟ إنك تتركها تحوم حول العنابر، وعما قريب سترتكب شيئا بسبب هذه المسألة. لا تحشر نفسك وإلا طردتك. أنت يا خليع. حاولت أن تفزع سليم ولكنك لم تفلح. إنه سليم الذي أفزعك. إنك جبان. هل يهمني إذا كنت أحسن الملاكمين في البلد؟ حاول أن تعتدي علي وسأفصل رأسك من جسدك. قفاز مليء بالبازيلين. وحق الله لقد كانت هنا، يمكنني أن أشم رائحتها. وحق الله لقد كانت هنا. إنك كنت هنا يا جورج. بقية الرجال كانوا بالخارج، والآن عليك اللعنة. تكلم أنت. لابد أن يضربك شخص ما ليجعلك تفيق، ويبدو أني أنا هذا الشخص. ما الذي يضحكك؟ تعال يا ابن الحرام، قف على قدميك. لن يجرؤ ابن كلب ضخم مثلك على السخرية مني. سأريك من منا الجبان. جورج. هذه ليست طريقة كيرلي، إنه لم يفعل لك شيئا. ابتعد عنه يا كيرلي، إنه لا يتعارك مع أحد. اضربه يا عملاق، لا تخف منه. اعطيه فرصة يا كيرلي، اعطيه فرصة. جورج دعوه يتركني وشاني يا جورج. جورج إن الدم يسيل من وجه ليني. اضربه يا ليني، اضربه.
المسيح، أي رب هذا؟ اترك يده يا ليلي. سليم، سليم تعال وساعدني، خلص يده إذا كانت تتبقى منها شيء. أنت الذي أمرتني بضربه يا جورج، سمعتك تأمرني. يجب أن ننادي يا دكتور، يبدو أن كل عظمة في يده قد انكسرت. لم أكن أقصد ذلك، لم أكن أقصد أن أناديه يا جورج. كارلسون جاهز العربة، يجب أن نحمله إلى سوليداد لنجبس كفه. ليني، لم تكن الغلطة غلطتك، هذا الخليع يستحق ما جرى له، لكن بحق المسيح لقد كاد أن يفقد يده. أوه سليم، هل سيطردوننا الآن؟ هل سيطردون أبو كيرلي؟ لا أدري. كيرلي، كيرلي، هل تعي ما سأقوله لك؟ حسن، إذا اسمع، قل إن كفك هرستها آلة، إذا لم تقل لأحد ما حدث فلن نتكلم، ولكن حاول أن تقص ما حدث وتتسبب في طرد هذا الرجل، وسنقص نحن بدورنا القصة على كل الناس، وحينئذ يضحكون منك. تعال الآن، سأخذك كارلسون يا دكتور. آتي يديك. يا رب يا قوي. كان ليني خائفا، لم يكن يعرف ما يفعله. لقد حذرتكم جميعا من العراك معه. أوه لا، بل لم يكن حاضرا سوى كاندي. فعلا هذا ما حدث عندما هاجمه كيرلي هذا الصباح لأول مرة. قلت من الأوفق له ألا يتعارك مع ليني. يا كيرلي، تعال تعال تعال. ليني، ليني، ليست غلطتك، لا تخاف، لقد فعلت بالضبط ما أمرتك أن تفعله. ربما كان من الأحسن أن تذهب إلى دورة المياه لتغسل وجهك، منظرك فظيع. جورج، لم أكن أقصد شرا. هيا بنا، سأذهب معك. جورج، ماذا تريد؟ جورج، أما زال في وسعي أن أشرف على تربية الأرانب يا جورج؟ الفصل الثاني، المشهد الثاني. الساعة العاشرة مساء السبت. المكان حجرة السائس، وهي ركن من المخزن. هناك باب عادي في وسط المسرح من المؤخرة، وهناك نافذة صغيرة مربعة إلى اليمين في الوسط. على أحد جانبي الباب منضدة عمل من الجلد، وخلفها أدوات مقاومة، وعلى الجانب الآخر أكوام من عرائش الخيل والأطواق والحدايد إلى آخره. وفي مؤخرة المسرح من اليسار سرير السائس كروكس، وفوقه رفان على أحدهما عدد كبير من الأدوية في علب وزجاجات، وعلى الآخر مجموعة من الكتب المهلهلة ومنبه ضخم. وفي ركن من المؤخرة على يمين المسرح بندقية بماسورة واحدة، وعلى الأرض إلى جوارها زوج من الأحذية الكاوتشوك، وهناك زوج من النظارات الذهبية معلق على مسمار فوق سرير كروكس. المدخل يؤدي إلى المخزن مباشرة، وهناك برميلان صغيران كان فيما مضى يستعملان لحفظ المسامير، وهما يستعملان الآن كمقعدين. وهناك مصباح كربوني دون مظلة معلق من حبل يضيء المكان.
عندما يرفع الستار نرى كروكس يجلس على سريره يحك ظهره بمرهم، وهو يضع يده تحت قميصه ليتم ذلك. وجهه يعبر عن الألم، وبينما يحك ظهره يمط عضلاته ويرتعد قليلا. يظهر ليني في مدخل الباب المفتوح وهو يملأ فراغه تقريبا. كروكس وقد أحس بوجوده يرفع بصره، يتصلب ويزمجر، يبتسم ليني محاولا مصادقته. لا حق لك في دخول حجرتي، هذه حجرتي أنا، لا حقوق لأحد هنا سواي. ولكني لن أفعل شيئا، جئت فقط لألقي نظرة على جروي بعدما رأيت الضوء منبعثا من حجرتك. لي حق إضاءة الحجرة، اذهب من هنا وغادر حجرتي، إنهم لا يريدونني في العنبر وأنا لا أريدك في حجرتي أيضا. ولماذا لا يريدونك هناك؟ لأني أسود، إنهم يلعبون الورق هناك ولكني لا أشاطرهم لأني أسود. يقولون إن رائحتي عفنة، عفنة. ما رأيك إذن أنكم كلكم عفنون في نظري؟ ذهبوا كلهم إلى المدينة، سليم وجورج وكلهم. قال لي جورج ابقى هنا ولا تثر المتاعب، وجدت حجرتك مضاءة وبعد ماذا تريد؟ لا شيء لا شيء، رأيت حجرتك مضاءة فكرت أن أدخل وأجلس. لا أعرف ماذا تفعل في المخزن، أنت لا تشتغل بسلخ الجلود ولا عمل في الحظيرة لمن يشتغل بالتعبئة، لا شأن لك بالخيل والبغال. الجارو، جئت لأرى الجارو. لعنة الله عليه، اذهب اذهب وانظره الآن. لا تذهب إلى مكان محظور عليك الذهاب إليه. نظرت إليه، سليم يطلب مني ألا أربت عليه كثيرا. لأنك تخرجه كثيرا من حظيرته، كان أولى بأمه أن تنقله إلى مكان آخر بسببك. إنها لا تبالي، تتركني أداعبه. ادخل ادخل واجلس قليلا حتى تمل، فقط دعني وشأني. هل ذهبوا كلهم إلى المدينة؟ كلهم ما عدا كاندي، إنه يجلس في العنبر يبري قلمه ويحسب. يحسب؟ ماذا يحسب؟ يحسب حساب الأرض، حساب المزرعة الصغيرة. إنه مجنون، أية أرض تتحدث عنها؟ الأرض التي سنشتريها وعليها بيت صغير وحمام. مجنون مجنون، لا لوم على رفيقك إذا أبقاك بعيدا عن العيون. لا ليست أكذوبة، سنشتري الأرض ونعيش على ما تنتجه من خيرات. اجلس 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 على هذا البرميل الصغير. هل تظنها أكذوبة؟ ولكنها ليست أكذوبة، كل كلمة منها حقيقة، ويمكنك أن تسأل جورج. هل جورج هو الذي يسافر معك دائما؟ طبعا، أنا وهو نذهب سويا إلى كل مكان. وأحيانا يتحدث إليك وأنت لا تفهم ماذا يعني بكلامه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم أحيانا يظل يتكلم وأنت لا تفهم ماذا يعني. وكم تظن يمضي من الوقت قبل أن تصير هذه الجراء من القوة بحيث يمكنني أن أربت عليها؟ إن الإنسان يستطيع أن يتحدث إليك بكل ما يحب، ويثق أنك لن تثرثر بما يقول. أسبوعان ويشتد عودهم. جورج يعرف ماذا يعمل، يتكلم وأنت لا تفهم شيئا. حسن، وهذا هو زنجي يتحدث، زنجي قد انحنى ظهره وتقوس، كلامه لا معنى له، وأنت لن تتذكره على أي حال. أعرف هذه الحالة، أن يتحدث إنسان لإنسان آخر ولا يهمه إن كان مصغيا إليه أو فاهما ما يقول، المهم أنهما يتكلمان. يستطيع جورج أن يحدثك أحاديث مبهمة، لا يهم لا يهم، المهم هو مجرد الكلام، مجرد أن تكون مع إنسان يحادثك. ها
هذا كل ما هناك. اسمع، افرض أن جورج لم يعد ثانية، افرض أنه تناول السم ومات، ماذا تفعل بعدها؟ ماذا؟ قلت افرض أن جورج ذهب إلى المدينة الليلة ولم تسمع عنه بعد ذلك. افرض ذلك. لا 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 لا، لن يفعل ذلك. إن جورج لن يفعل شيئا من هذا القبيل. لقد عاشرت جورج طويلا، سيعود الليلة. ألا تظن أنه سيعود؟ لا أحد يعلم. فلنقل إنه يريد العودة ولكنه لم يستطع. افرض أنه قتل أو أوذي بحيث لم يستطع العودة. لا أعرف، قل ماذا ستفعل. على أي حال إنها ليست حقيقة. جورج لا يمكن أن يصيبه أذى. أتريدني أن أخبرك ماذا سيحدث؟ سيأخذونك إلى حظيرة الكلاب ويربطونك بطوق كالكلب، وحينئذ ستصير مثلي، تعيش في بيت كبيت الكلب. من يؤذي جورج؟ لا لا لا، كان مجرد كلام، فرض. جورج بخير، لم يؤذيه أحد، وسيعود، إنه بخير. لماذا كنت تفترض؟ لن يفترض أحد حدوث مكروه لجورج. والآن اجلس، جورج بخير، والآن اجلس. لا لن لن يتحدث أحد بسوء عن جورج. ربما فهمتني الآن. جورج بخير وأنت تعلم أنه سيعود. افرض أنه لم يكن لك مخلوق يحبك، افرض أنك لا تستطيع أن تدخل العنبر وتلعب معهم الورق لأنك أسود، فكيف تقبل ذلك؟ افرض أنك مضطر إلى الجلوس هنا وقراءة الكتب. تستطيع طبعا أن تلعب معهم لعبة إصابة الهدف بحدوة الحصان حتى يسدر الظلام، وحينئذ لن يكون أمامك سوى قراءة الكتب. لا خير في الكتب. الإنسان يحن إلى أخيه الإنسان، يحن إلى أن يكون قريبا منه. يجن لو لم يجد أحدا يكلمه. لا يهم من هو هذا الأحد طالما أنه معك يبادلك الحديث، ومن غير سمير تحس بالوحدة، الوحدة القاسية، وتمرض. سأعود جورج. ربما يكون جورج قد عاد فعلا. ربما كان من الأصوب أن أذهب وأراه. لم أقصد إفزاعك. أجل، سيعود جورج، سيعود. إنما كنت أتحدث عن نفسي. لن يرحل جورج وأتركني. أعرف أن جورج لن يفعل ذلك. أذكر عندما كنت صبيا في مزرعة الدجاج التي كان يملكها أبي، كان لي أخوان، وكان دائما إلى جواري، دائما هناك، وكان ينامان معي في نفس الحجرة وفي نفس السرير، نحن الثلاثة، وكانت لنا شجرة كريز وقطعة أرض صغيرة نزرعها بالخضرة ونرعى فيها الدجاج في الأيام المشرقة، وكنت أجلس أنا وأخواي على السور نرقبه، كان دجاجا أبيض اللون. يقول جورج أن سيكون لنا قطعة أرض مزروعة بالخضرة. أنت تهذي. بل ستكون لنا قطعة أرض. اسأل جورج. إنك تهذي. لقد رأيت مئات من الرجال قادمين على الطريق إلى المزارع، حقائبهم على ظهورهم، ونفس هذه الأفكار السخيفة في رؤوسهم. مئات منهم يأتون ويفصلون ويرحلون، وكل واحد منهم عنده في رأسه قطعة أرض، ولا أحد منهم يحقق ما بنفسه. تماما كما في السماء، كل واحد يريد قطعة أرض، ولا أحد يذهب إلى الجنة، ولا أحد يحصل على قطعة الأرض. ولكننا سنحصل عليها. إنها في رأسك فقط،
دائما تحلمون وتتحدثون بها، ولكنها لا تعدو أن تكون فكرة في رؤوسكم. أظن أن شخصا ما هناك، ربما كان سليم. هل هذا أنت سليم؟ هل هذا أنت سليم؟ سليم ذهب إلى المدينة. اسمع، هل رأيت ليني؟ هل تعني الرجل الضخ؟ نعم. هل لمحته في أي مكان؟ نعم، إنه هنا. اسمع يا ليني، كنت أحسب شيئا بخصوص الأرض. تستطيع أن تدخل لو شئت؟ لا أدري، بالطبع سأدخل لو أردتني أن أدخل. ادخل، كلهم يدخلون، فلتكن مثلهم. أم تنوي أن تكون من أشياء التفرقة العنصرية؟ حجرتك هنا صغيرة ومريحة ولطيفة، لا بد أنك تحس بالراحة ولك حجرة بهذا الشكل لنفسك. طبعا، وكوم من السماد تحت النافذة كله لنفسي. أخ، إنه امتياز. ماذا كنت تقول عن الأرض؟ أتعلم أني عشت هنا طويلا، وكروكس عاش هنا أيضا طويلا، وهذه أول مرة أدخل فيها هذه الحجرة. أنتم لا تدخلون حجرة رجل ملون، لم يدخل أحد هنا إلا سليم. الأرض، ماذا عن الأرض؟ نعم، حسب حسابها كله. يمكننا أن ندخر بعض المال من بيع الأرانب لو بدأنا تربيتها من الآن. ولكن يجب أن أشرف أنا عليها، جورج وعدني بأن أكون أنا المشرف. إنكم تمنون أنفسكم، سوف تتحدثون عن هذه الأرض كثيرا كثيرا جدا، ولكنكم لن تحققوا ما تطلبون. ستظل تعمل كناسا هنا حتى يحملوك على نعش. كم رأيت من رجال مثلكم. بل سنشتري الأرض، جورج أكد لي ذلك، ومعنا المال جاهز. نعم، وأين هو جورج الآن؟ في المدينة، في مخور. هذا هو الباب الذي سينفق فيه مالك. قلت لك إن ما تقولونه سمعته من غيركم كثيرا. المال ليس مع جورج في المدينة، المال في البنك. سيكون لنا أنا وليني وجورج حجرة سويا، وسيكون لدينا كلب ودجاج، وسنزرع القمح الأخضر، وربما يكون لدينا بقرة كذلك. هل تقول إن المال معكم؟ معنا معظمه، لم يتبقى إلا القليل، وسيكون لدينا كله في خلال شهر، والأرض هي الأخرى، تم اختيار جورج لها. لم أرى في حياتي رجلا يحقق ما يطمح إليه. رأيت رجالا تجنهم الوحدة فيتمنون أن يمتلكوا أرضا، ولكن المواخير والميسر تسلبهم المال. إذا أردتم عاملا يشتغل لكم بلا مقابل فسأتبعكم، وأكون أنا هذا العامل مقابل الطعام والكساء. أنا لست عاجزا تماما عن العمل، ولكني لو أحببت أشتغل كأي ملعون منهم. ألم تستطع أن تذهب لتنام كما قلت لك يا ليني؟ لم تستطع، خرجت تبحث عن شخص تحادثه لتشغل لسانك معه، كنت تعقد مؤتمرا هنا. أنت خرجت ولم يكن هناك أحد في العنبر. لم أفعل شرا يا جورج. الوقت الوحيد الذي أحس فيه بالراحة منك هو وقت نومك. إذا خرجت مرة أخرى في ميعاد نومك فسأقطع رأسك كما تقطع رأس الدجاجة. كنا نجلس هنا نتحدث، لا شيء أكثر من ذلك، ولا ضرر هناك. نعم سمعتكما، كان يجب أن أكون إلى جوارك كل دقيقة وأن أحرسك. كروكس، إنني لا أقصدك بكلامي هذا، كل ما هنالك أننا لم نكن نريد إطلاع أحد على سرنا. جورج، ألم تلو قليلا في المدينة؟ جلست على أحد المقاعد وكانت سوزي تلقي نكاتها والرجال يضحكون ويسمرون ويزداد حماسهم. بحق المسيح،
لم أحس بما أحسست به من قبل. دفعت قروشا زهيدة وجاءني كأس ومعه كومة كبيرة من الجزر، كبيرة جدا. إلى هذا الحد؟ عدت بسرعة، لا أستطيع أن أفكر في شيء آخر. لقد أدهشني إسراف الرجال، كانوا يبعثرون المال بكثرة. لا بد من شيء من المتعة. ذات مرة يا جورج ذهبت إلى حانة في بيكرسفيلد، يا الله أي مكان كان، صعدت إلى الدور العلوي على سجادة الحمراء، وكانت هناك صور كبيرة معلقة على الحائط، وجلسنا على كراسي كبيرة وسيرة، وكانت هناك سجائر على المنضدة، كانت بالمجان، ولم يلبس الساقي أن حضر يحمل صينية عليها المشروبات بالمجان، اشرب ما تشاء. ولم تلبس البنات يا جورج أن قدمنا وكنا مؤدبات ولطيفات وديعات وجميلات، ولم يكن مبتذلات يجعلنك تخشى أن تسألهن. كان هذا منذ زمن بعيد. نعم نعم، وكم كلفتك هذه الجلسة الناعمة؟ $15. وهكذا تحصل على سيجارة وكأس من الويسكي ونظرة لفستان جميل، ويكلفك ذلك $12.5. تقبض أجر أسبوع كامل لتدفعه ثمنا لسيرك على سجادة حمراء. أجر أسبوع؟ فعلا، ولكن اشتغلت أسابيع بطولها كل حياتي، ولا أستطيع أن أذكر أسبوعا منها، ولكن كان هذا بالتقريب من 20 سنة مضت، وما زلت أستطيع تذكره. كانت البنت التي قضيت الوقت معها تدعى أرلين، وكانت تلبس فستانا من الحرير القنفلي. أظنك تبحثين عن كيرلي. حسن، كيرلي ليس هنا. أعرف أن كيرلي ليس هنا. أردت أن أسأل كروكس شيئا ما، لم أكن أعلم أنكم هنا. ولم يقل لك جورج من قبل لا نريد أن يكون لنا معك شأن؟ تعلمين جيدا أن كيرلي ليس هنا. أعرف أين ذهب كيرلي، وضع ذراعه في جباس ورحل على أي حال. قلت لكم إني قدمت لأسأل كروكس شيئا. ربما كان من الأصوب لك أن تعودي إلى بيتك، يجب أن لا تقتربي من حجرة رجل ملون. لا أريد مشاكل ولا حاجة بك إلى سؤالي شيئا. لك زوج ولا يحق لك أن تعاكسي باقي الرجال وتسير المشاكل. إني أحاول أن أكون مؤدبة معكم يا قذرين، ولكنكم طيبون للغاية. كان في وسعي أن أستمر في أداء استعراضاتي، وكان هناك مخرج أراد أن يظهرني في السينما وأمثل في هوليود. جئت هنا لأسأل أيكم شيئا و... كفى، إنك غير مرغوب فيك هنا. قلنا لك أنت غير مرغوب فيك هنا. تسميننا قذرين؟ إن لك آراء غريبة فينا. افرضي أنك تسببت في فصلنا، افرضي أنك كنت السبب، تظنين أننا سنخرج ونبحث عن عمل آخر؟ ألا تعرفين أن لنا نحن أيضا مزرعتنا التي سنذهب إليها، وبيتنا وأشجار فاكهتنا، ولنا أصدقاء؟ هذا هو ما نملكه، وربما جاء علينا زمن لم نكن نملك فيه شيئا، ولكن هذا الزمن انقضى ولم يعد. أيها الخنزير العجوز اللعين، لو كان معك نقود لكنت الآن في سوريداد تحتسي الخمر وتلعق قاع الكأس. ربما استطاعت أن تطلب من كروكس ما قدمت لأجله ثم تعود إلى بيتها. لا أظنها قدمت تطلب شيئا. ماذا حدث لكيرلي؟ إذن فلم تكن آلة هي التي هرست كفة، لم يكن يبدو على كيرلي الصدق وهو يقول القصة. كروكس، خبرني يا كروكس، ما الذي حدث؟ لم أكن هناك ولم أرى الحادثة. ما الذي حدث؟ لن أصدق كيرلي، يقول إن كفه دخلت تحت ترس. من حطم له يده؟ لم يحطم له أحد يده. إذن فأنت الذي حطمته. كنت أعرف أنه يوما ما سيلقنه أحدهم درسا،
وقد حدث. لم يحدث أن تعاركت مع كيرلي. ربما لم تعد خائفا منه الآن، وربما كان في مقدورك أن تتحدث إلي الآن أحيانا. كل الناس كانت تخافه. اسمعي، أنا لم أضرب كيرلي. إذا كانت له مشاكل فلا دخل لنا فيها، اسألي كيرلي نفسه عنها. والآن اسمعي، حاولي أن تفهميني. قلنا لك اخرجي ولم تخرجي، لذلك سأحاول أن أقول لك ما عندي بطريقة أخرى. نحن الثلاثة لدينا مشروع نطمع في تحقيقه، فإذا فرضت نفسك علينا فستفسدين كل شيء. الخطأ ليس خطأك. إذا تعثر أحد الناس في حجر ووقع ودقت عنقه فليس الخطأ خطأ الحجر، ولكن ما وقع ما كان ليقع لو لم يكن الحجر هناك. ما هذا الذي تقوله عن الحجارة؟ إذا لم تكن قد ضربت كيرلي فمن هو الذي ضربه؟ من أين جاءتك هذه الجروح التي في وجهك؟ قلت لك إن يد كيرلي دخلت في الآلة. يده دخلت في الآلة؟ والآن اخرجي من هنا. إذن فهو أنت. حسن، ربما كنت أخرس كما يقولون، وربما كنت الرجل الوحيد الظريف في المزرعة. أنت رجل لطيف. اسمعي أنت، حاولت أن أعطيك فرصة ولكنك رحت تلقين ظنون. لن نسمح لك بإتلاف مشاريعنا. اتركي هذا الرجل واخرجي من هنا حالا. إنك لن تأمرني بما يجب أن أفعله. من حقي أن أتحدث إلى أي رجل أريد التحدث إليه. أنت يا صمتا صمتا يا جورج، الناظر قادم. الفصل الثالث، المشهد الأول. منتصف نهار يوم الأحد، أحد أطراف مخزن ضخم. هناك كوم تبن في مؤخرة المسرح يرتفع مستندا إلى حائط المؤخرة وينحدر انحدارا شديدا. في أعلى الحائط نافذة كبيرة، على الجانبين توجد مجاريف التبن وخلفها حظائر وبها الخيل. المدخل في مقدمة المسرح إلى اليمين. الألواح التي يتكون منها هيكل المخزن غير متجاورة، شعاعات من شمس الظهيرة تنفذ من خلال الألواح وتتراءى بتأثير ذرات التراب الموجودة في الجو. يسمع في الخارج صوت ارتطام الحدوة فوق الخابور في لعبة الحدوة، وأصوات الرجال مشجعة أو ساخرة، وهناك إحساس بالدفء والهدوء والتراخي في المخزن. ترتفع الستار عن ليني يجلس على التبن، ينظر إلى جرو صغير ميت أمامه، يمد يده الضخمة ويربط عليه من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. ما الذي أماتك؟ إنك لست صغيرا كالفيران، ولم أضغط عليك كثيرا. الآن لو عرف جورج بأنك مت فربما يمنعني من الإشراف على الأرانب. خبأته كما كنت أختبئ في الأكمة. سأخبر جورج أنني وجدته ميتا،
ولكنه سيفهم. جورج ذكي ويكشفني دائما، وحينئذ سيقول: أنت الذي قتلته، لا تحاول إيهامي. لهذا السبب لن أسمح لك بتولي أمر. أنت تعرف أمر ماذا؟ لعنة الله عليك، لماذا سمحت لنفسك بأن تقتل؟ إنك لست صغير الحجم كالفيران. إنه لن يسامحني، لن يسامحني. لم يكن كبيرا جدا، كرروا علي مرارا أنك لست كبيرا. لم أكن أعرف أنك ستموت بهذه السهولة. قد لا يهم جورج هذا الجرو التافه والحقير، قد لا يعني شيئا لجورج. نيني! نيني! أين أنت؟ نيني! أين أنت؟ خمنت أنك هنا. اسمع، كنت أتحدث إلى سليم. كل شيء على ما يرام، لن يطردوننا. تحدث سليم مع الناظر. الناظر محتاج إليكما لتعبئة الحب. تذكر ما قاله الناظر مساء أمس. ذكر لسليم أنه يرقبكما أنت وجورج فقط، ولكنه لن يطردكما. أوه، هذا حسن جدا. صار الناظر في زوجة كيرلي أيضا، وأمرها بأن لا تقترب من الرجال بعد ذلك. كانت ثورته عليها أعنف من ثورته عليك وعلى جورج. هل أنت مكتئب؟ نعم. تحس بمرض؟ سأذهب لأبلغ جورج. سأذهب الآن. تعال أيها الجرو اللعين. يا لك بالمسكين. ماذا؟ ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، جالس. أرأيت ما فعلته؟ نعم، أحضرت حقيبة. لن تخبر أحدا؟ ها؟ لا شأن لي بك. هكذا أمرني جورج، لن أحدثك ولن يكون لي شأن بك. أيصدر لك جورج أوامره بكل ما تفعل؟ لن أحدثك ولن يكون لي شأن بك. لن تشي بي بخصوص الحقيبة؟ ها؟ لن أبقى هنا بعد ذلك. سأهرب الليلة. أجيء هنا أولا لأخذ الحقيبة وأهرب. لن أسمح لهم بأن يسيئوا معاملتي. سأشتغل في السينما. أوه، ما الذي تخفيه هناك؟ لا شيء، لن أحادثك. أمرني جورج بأن لا أحادثك. اسمع، إنهم في الخارج يلعبون حدوة الحصان، والساعة الآن الرابعة، ولن ينتهوا من هذه اللعبة الآن. إنهم يتراهنون، فلا خوف عليك لو حدثتني. ولكنهم يثقون في. ما الذي تخفيه هناك؟ إنه جروي، جروي الصغير العجوز. إنه ميت. كان صغيرا جدا، وكنت ألعب معه، وبدا عليه كما لو كان سيعضني، فادعيت أني سأضربه وضربته فمات. لا تبتئس، لا تبتئس. كان كلبا من النوع العادي، وستجد منه الكثير. المسألة ليست هكذا هينة. سيغضب جورج جدا، وربما حرمني من العناية بما وعدني أن أعنى به. لا تبتئس، إنهم يتراهنون على لعبة الحدوة، لن يخلصوا منها الآن. وغدا سأكون قد هربت. لن أسمح لهم بإساءة معاملتي. ستكون عندنا قطعة أرض وحديقة مليئة بشجر التوت. هذه الحياة ليست لي. عندما كنت في بلدي سليناس، شاهدت في إحدى المرات فرقة استعراضية، وكلمت أحد أفرادها وأكد لي أني أستطيع الانضمام إلى الفرقة، ولكن أمي رفضت لأني كنت وقتها في 15. لو كنت قد رحلت مع الفرقة لما كنت الآن أعيش في مكان كهذا. سأخذ جوالا وأملأه بالعشب الأخضر ومرة ثانية قابلت رجلا كان يعمل في السينما، ودعاني إلى قصر الرقص المطل على النهر،
ووعدني بأن أعمل في السينما. قال لي أنت طبيعية، سيكتب لي حالما يصل إلى هوليوود. لم يصلني الخطاب حتى الآن. أظن أن أمي وضعت يدها علي وسرقت. حسن، رفضت أن أبقى معها لأنها تسرق خطاباتي، لذلك تزوجت كارلي. قابلته في قصر الرقص المطل على النهر. هو أيضا، لو كان جورج لا يغضب بسبب هذا الجرو. لم أخبر أحدا من قبل بما قلته لك الآن. ربما كان من اللائق ألا أخبر أحدا. لا أحب كارلي، لا أحبه، إنه قليل الأدب. ومع ذلك كنت على استعداد لمعاشرته، ولكنه تشاجر معي أمس هو وأبوه. لن أعيش هنا بعد اليوم، لن أعيش هنا بعد اليوم. لا تخبر أحد حتى أكون قد رحلت. سأهرب ليلا وأركب إلى هوليوود. ونحن سنرحل من هنا قريبا، هذا مكان لا يطاق. سأعمل في السينما، سيكون عندي ملابس جميلة، كل الملابس الجميلة كالتي يلبسناها في هوليوود. سأنزل في الفنادق الكبرى وسيصورونني، وسأتحدث في الراديو في ليالي الافتتاح، ولن يتقاضى أحد مني نقودا لأني من النجوم. كل الملابس الجميلة، كل الملابس الجميلة كالتي يلبسناها في هوليوود، لأن هذا الرجل قال لي إنني طبيعية. ونحن سنرحل من هنا بعيدا عن هنا. عندما أهرب من كارلي فلن تكلمني أمي بالطبع. ستظن أن أخلاقي تلفت وستتهمني بذلك. حسن، نحن في حقيقتنا لسنا محترمين. مهما حاولت أمي أن تدعي وتخفي من نفسها، كان والدي سكيرا مدمنا، قبضوا عليه ووضعوه في مصح للمدمنين. هذه قصتي، قلتها، والآن أحس بالراحة. ذهبنا جورج وأنا إلى سوق ساكرامنتو، فمرة وقعت في النهر وجذبني جورج وأنقذني، ثم ذهبنا إلى السوق. هناك يبيعون كل شيء، ورأينا أرانب ذات شعر طويل. كان أبي رساما، ثم أدمن الخمر وأخذت رسومه تسوء حتى باتت لا تساوي الزيت الذي كان يستعمله. في ليلة وكنت صبية صغيرة، تعارك هو وأمي بوحشية. كان دائما يتعاركان، وجاءني في هذه الليلة وقال لن أتحمل هذه الحياة أكثر من ذلك، لنهرب أنا وأنت. أظنه كان مخمورا. أذكر هذه الليلة نسير على الطريق والأشجار سوداء، كنت أغط في النوم. رفعني وحملني على ظهري وقال سنعيش سويا لأنك ابنتي من لحمي ودمي، ولست مخلوقا غريبا عني. لن نحتد على بعض ولن نتعارك، وقال لأنك ابنتي الصغيرة، قال ستخبزين كعكا صغيرا لي وسأرسم صورا جميلة على الحائط. وفي الصباح لحقوا بنا وقبضوا عليه ووضعوه في المصحة. لو كنت ذهبت معه، ربما لو أخفيت هذا الجرو وألقيته بعيدا فلن يعلم جورج بأمره. حبسوه لأنه مدمن، وبعد فترة قصيرة مات. وحينئذ
ربما سمح لي برعاية الأرانب دون اعتراض. ألا تفكر في شيء آخر خلاف الأرانب؟ أصاب أحدهم الهدف. سيكون لدينا بيت وحديقة وقطعة أرض نزرع فيها الأعشاب الخضراء، وسأخذ جوالا وأملأه بالعشب وأعطيه للأرانب. ما الذي يجعلك شديد الغرام هكذا بالأرانب؟ أحب أن أربت بيدي على الأشياء الجميلة. مرة في أحد الأسواق رأيت بعض هذه الأرانب ذات الشعر الطويل، أتعرفين؟ كانت جميلة. إني أربت حتى على الفيران، ولكني لا أفعل ذلك إلا إذا لم أجد شيئا أحسن. أنت مجنون. لا لست مجنونا. جورج يقول إني لست مجنونا. أحب أن أتحسس الأشياء اللطيفة بأصابعي، الأشياء الناعمة. ومن لا يحب ذلك؟ كل الناس تحب ما تحب. أنا أحب أن أتحسس الحرير والقطيفة. هل تحب أن تتحسس القطيفة؟ هذا ما أحبه والله. عندي منها قطعة أيضا، أعطتني إحدى السيدات قطعة من القطيفة. كانت هذه السيدة عمتي كلارا، أعطتها لي طولها هكذا. وددت لو كانت معي تلك القطعة الآن. فقدتها، لم أرها منذ مدة طويلة. أنت مجنون. ولكنك لطيف تماما كطفل كبير، تتحدث فيفهمك الإنسان بسهولة. عندما أمشط شعري أجلس أحيانا وأتحسسه وأربت عليه لأنه ناعم جدا. بعض الناس لهم شعر خشن، خذ كيرلي مثلا، شعره كالأسلاك تماما، ولكن شعري ناعم ورقيق. هذه يدك، تحسس هنا، ضع يدك هنا، تحسس هناك وتأمل كم هو ناعم. إنه لطيف. إنه لطيف. ماذا؟ لطيف. إنك تنكشه. كف الآن. ستنكشه كله. دع شعري. أرجوك لا تصرخي. سيغن جورج. شعري. أرجوك لا تصرخي. سيتهمني جورج بأني أتيت أمرا قبيحا. كفي عن الصراخ. أمرك بأن لا تصرخي. ستوقعينني في مشكلة كما خسرني جورج. كفي عن الصراخ حالا. لا تصرخي. أقصدي ذاك، ولكن جورج سيبن غضبا لو صرختي. لقد أسأت، ارتكبت خطأ آخر. لقد ارتكبت خطأ كبيرا حقيقيا.
كان من الواجب أن لا أفعل ذلك. سيبن جورج غضبا و قال حلسه واختبئ في الأكمة حتى آتي. هذا هو ما قال. حسن، سأذهب وأخذ الجرو معي. تعال سألقيه بعيدا، الأمر سيء على ما هو عليه، فلا داعي لزيادته سوءا. نستطيع أن نفعله. لم أعلم أنك هنا، يجب أن لا تنامي هنا. يا يسوع. جون، جون، تعال جون. ماذا تريد؟ انظر، انظر. ماذا ألم بها؟ يا يسوع، من الذي فعل فيها ذلك؟ هل لديك فكرة؟ كان يجب أن أحذر ذلك، أظن أني أعرف. وما الذي سنفعله الآن يا جورج؟ ما الذي سنفعله الآن؟ أظن يجب أن نطلع الرجال. أظن أنه يجب أن نمسكه ونحبسه، لن ندعه يفلت. سيموت ابن الحرام من الجوع، ربما حبسوه وعملوه بلطف. إنك أعلم بهم يا جورج، وتعلم أن كيرلي سيقتص منه قبل أن يخدم للمحاكمة. أنت تعرف طبيعة كيرلي. نعم نعم، هذا حق، أعرف كيرلي وبقية الرجال أيضا. جورج، أنت وأنا يمكننا أن نحوز هذه الأرض، ألا يمكننا ذلك يا جورج؟ أنت وأنا يمكننا أن نذهب إلى هناك ونحيا حياة نظيفة، ألا يمكننا ذلك؟ ألا يمكننا ذلك؟ كان ما بيننا خاصا بنا وحدنا، أنا وهو. أظن أني كنت أعلم بما سيقول إليه أمر هذا الحلم من البداية. أظن أني كنت أعلم أننا لن نحققه أبدا. كان لا يمل سماعه أبدا. كنت سخيفا أن أعتقد أننا ربما حققناه يوما ما. سأكمل بقية الشهر وأحصل على $50 التي تخصني وأذهب. سأقضي الليل في المواخير أو أظل أشرب وحيدا حتى ينصرف الناس ويذهب كل إلى بيته. أنا جالس أعب الخمر وحدي، ثم أعود لأشتغل شهرا آخر وأتقاضى $50 وأعود إلى السكر كي لا أفيق أبدا. إنه لطيف جدا، لا أظنه ارتكب شيئا من ذلك من قبل. والآن اسمع، يجب أن نطلع الرجال، يجب أن يبحثوا عنه ويحضروه. لا يوجد مخرج من هذا المأزق، ربما آثروا أن لا يؤذوه. لن أتركهم يؤذون لني. والآن اسمع، قد يظنون أني مشترك في الجريمة. سأذهب إلى العنبر وبعد ذهابي بدقيقة أخرج إليهم وأزعق كما لو كنت قد رأيتها توا. هل ستفعل ذلك حتى لا يظن أني مشترك في الجريمة؟ حاضر يا جورج، حاضر حاضر، سأفعل. حسن، امنحني دقيقتين إذن، ثم أصرخ بكل قوتك. سأذهب الآن. أيتها العاهرة الملعونة، فعلتيها أليس كذلك؟ كان الكل يعلم أنك ستتلفين كل شيء،
كنت سيئة وصدق رأيهم فيك. كان بودي لو أني حرست الحديقة وغسلت الصحون لهذين الرجلين. لو كانت هناك مباراة كرة سلة أو السيرك نذهب لمشاهدتها. يكفي أن نقول يسقط العمل ونذهب لمشاهدتها، وسيكون عندنا خنازير ودجاج وفرن صغير في الشتاء، ونحن لا عمل لنا إلا الجلوس هناك. الجلوس هناك، الجلوس هناك. أنتم يا رجال تعالوا هنا، تعالوا هنا. ما المسألة؟ من هذا؟ إنه كاردي، لا بد حدث شيء. ما المسألة؟ ماذا حدث؟ عرفت الذي قتلها، إنه العملاق ابن الكلب، إنه هو الذي قتلها. لقد كنا كلنا في الخارج نلعب الحدوة. سأقبض عليه، سأحضر بندقيتي، سأقتل العملاق ابن الكلب بنفسي، سأطلق عليه النار. هيا بنا يا رجال، سأحضر مسدس اللوجر. أعتقد أن ليني هو الذي قتلها، عنقها مخلوعة. إن ليني وحده هو الذي يمكنه أن يفعل ذلك. ها؟ ربما كان ذلك هو نفس ما فعله في ويد كما حكيت لي. نعم. وما العمل الآن؟ أعتقد أنه يجب أن نقبض عليه. أين تظنه هرب؟ لا أدري. أعتقد أنه يجب أن نبحث عنه ونقبض عليه. ألا نقبض عليه ونحبسه؟ إنه مجنون يسلم، ولا يمكن أن يكون قد قتلها وهو يعي ما يفعل. لو نتمكن من إبعاد كارلي، ولكنه يريد أن يطلق عليه النار. افرض أنهم حبسوه يا جورج وقيدوه ووضعوه في قفص، فما الفائدة؟ ها؟ أعرف، أعرف. أعتقد أن هناك طريقة واحدة لإنقاذه. أعرف. لقد سرقت من حرام مسدسي، لم أجده في حقيبتي. نحن الآن مستعدون، لدى الزنجي بندقية، خذها يا كارلسون. المكان الوحيد الصالح للاختباء هو شط النهر، من الجائز أن يكون قد ذهب إلى هناك. لا تعطوه فرصة، أطلقوا عليه النار في المليان. ولكني لا أملك بندقية. أسرع إلى والدي وقص عليه القصة وخذ بندقيته. هيا بنا يا رجال. هل تصحبنا أيها الأخ؟ نعم سأذهب معكم، ولكن اسمع يا كيرلي، لقد جن ابن الحرام، لا تطلق عليه النار، إنه لا يعرف ما فعله. لا أطلق عليه النار؟ أليس مسلحا؟ أليس مسدس كارلسون معه؟ ربما كان كارلسون قد فقد مسدسه. لقد رأيته هذا الصباح، إنه أخذ أخذا من حقيبتي. كيرلي، ربما كان من الأوفق أن تبقى هنا مع زوجتك. لا، بل سأذهب معكم لأطلق النار على هذا العملاق ابن الحرام وأسلبه الحياة. سأضربه بنفسي. هيا بنا يا رجال. ابقى هنا إذن يا كاندي، يجب أن نسرع الآن. يا مسكين. الفصل الثالث، المشهد الثاني. المساء، شط النهر ثانية. ضوء الشمس الغاربة يشرق على التلال المنخفضة البنية. الظل بين الشجر المجاور للنهر كثيف، تحس فيه إحساس المساء. هناك أصوات كلاب تنبح من بعيد ونداء طائر السمان الهادئ. يرتفع الستار والمسرح خالٍ. ريح المساء تصفر فجأة وتحرك الشجر وتدفع أوراقهم المتساقطة على الأرض.
المسرح ساكن ثانية. يدخل لني في صمت كصمت الدبابة، منحني في حذر. ينظر خلفه على المسرح، ثم يخرج من تحت سترته الجرو الميت، ينيمه على الأرض ويذهب إلى النهر ويركض على بطنه ويشرب. يعود إلى الجرو الميت ويجلس إلى جواره. سيثور جورج في وجهي، أراهن على ذلك. لا، لن أعترف بالحقيقة، سأدفنه، ولكني لم أنسى. جئت إلى هنا توا أختبئ في الأكمة وأنتظر جورج. سيثور سيتمنى لو كان وحده بدوني. حسن، يمكنني أن أهرب إلى التلال وأجد كهفا أسكنه، ولكني لن آكل الصلصة بعد ذلك. سأرحل، سأرحل بعيدا، سأرحل. والآن انتهى كل شيء. لن أفشي سري لجورج. سيعرف، إنه دائما يعرف الحقيقة. ادخل بين هذه الأحراش، أسرع. لم أرتكب إثما يا جورج. ادخل بين هذه الأحراش، عليك لعنة الله. هذا هو جورج. من الأوفق لك يا جورج ألا تتقدمنا، فأنت لا تمتلك بندقية. لابد أنه جاء من هذا الطريق، أثار أقدامه تؤدي بنا إلى هنا. اسمعوا اسمعوا، لن نعثر عليه طالما نحن مجتمعون هكذا. يجب أن نتفرق وننتشر. الأحراش كثيفة جدا هنا، ربما يكون مختبئا في داخلها. اسمعوا، هذا الطريق يؤدي إلى المركز والحقول، وهذا الطريق هنا يؤدي إلى المدينة. لنتفرق وننتشر حتى نملأ المنطقة كلها. سليم على حق، يجب أن ننتشر. لنبدأ من أول الطرق ثم نعود. تذكروا ما قلت، اضربوا في المليان. حسن، سيروا. سنذهب أنا وجورج إلى طريق المركز، ولتبدأوا أنتم بطريق المدينة وتعودوا. إذا لم نلتقي فليكن لقاؤنا هنا، تذكروا ذلك. كل ما يهمني هو اصطياد هذا الرجل ابن الحرام. جورج، أين هو؟ إنه هناك. هل تريد مني أن أذهب؟ نعم، اذهب. حسن، تشجع، كان الله في عونك. ليني، أين ذهبوا؟ يصيدون. ولماذا لم نذهب معهم؟ إني أحب الصيد. لأني ارتكبت خطأ؟ ليس لهذا السبب. ألهذا السبب لا يمكننا أن نذهب معهم نصيد؟ ليس لهذا السبب. اجلس يا ليني. جورج. نعم. ألن تثور؟ أثور؟ نعم نعم، كما ثرت من قبل. كما كنت تقول، إذا لم تكن معي كنت حصلت على $50 أجري. بحق المسيح يا ليني، ألا تنسى شيئا حدث؟ إنك تذكر كل كلمة قلتها. حسن جورج، ألن تثور؟ لو كنت وحدي كنت استطعت أن أحيا في يسر. كنت حصلت على وظيفة ولم ترتبك أحوالي. استمر استمر يا جورج. وعندما يحين آخر الشهر؟ وعندما يحين آخر الشهر
أخذ $50 أجري وأذهب إلى حان. استمر يا جورج، ألم تثور علي أكثر من ذلك؟ لا، يمكنني أن أرحل. سأتوجه إلى التلال مباشرة وأبحث عن كهف يأويني إذا لم تكن بك حاجة إليه. لا، وأريدك أن تبقى هنا معي. إذن قص علي ما كنت تقصه علي فيما مضى. قص عليك ماذا؟ عن أحوال الناس وعن أحوالنا. الناس أمثالنا لا أهل لهم، إنهم قد يدخرون بعض المال ولكنهم سرعان ما يبعثرون. إنهم مقطوعون من شجرة، لا قريب ولا حبيب يهتم بأمرهم. ولكننا مختلفون، مختلفون. خبرني عن أحوالنا نحن الآن. ولكننا مختلفون لأنك معي ولأني معك، وكلانا لا أحد له سوى الآخر. هذا هو ما يعزينا في هذه الدنيا التي تشبه الجحيم من حولنا. اخلع قبعتك ألني، الهواء جميل. خبرني عن المستقبل ليني. انظر عبر النهر يا ليني، وسأقرأ عليك المستقبل كما لو كنت تراه. ستكون لدينا قطعة أرض. استمر يا جورج، احكي لي عن المستقبل. ستكون لدينا قطعة أرض، وستكون عندنا بقرة، وربما اقتنينا خنزيرا ودجاجا، وقطعة أرض نزرعها خضرة. من أجل الأرانب. من أجل الأرانب. وسأعنى أنا بالأرانب. وستعنى أنت بالأرانب. ونعيش على خير الأرض. نعم، انظر هناك ألني، كما لو كنت تستطيع أن تراها. أين؟ هناك عبر النهر مباشرة. ألا تستطيع أن تراها؟ أين يا جورج؟ هناك، واصل النظر ألني، واصل النظر. إني أنظر يا جورج، إني أنظر. هذا حسن، سيكون كل شيء على ما يرام. هناك لن تكون هناك مشاكل ولا عراك، ولن يؤذي إنسان إنسانا أو يسرقه. سيكون كل شيء على ما يرام. رأيتها يا جورج، رأيتها هناك، رأيتها. رجال وفيران. رجال وفيران، مسرحية للكاتب الأمريكي جون شتاينبك، ترجمها عبد المنعم الحفني. قام بالأدوار حسب سماع الأصوات: الراوي علي عيسى، جورج حمدي غيث، ليني توفيق الدقن، كاندي صلاح منصور، الناظر شوقي بركة، كيرلي عبد العزيز غنيم، زوجة كيرلي عايدة هلال، سليم محمد الطوخي، كارلسون صبري عبد العزيز، ويت عبد العزيز مكاوي، كروكس عبد الله غيث. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد.
رجال وفيران من إخراج عبد الرحيم الزرقاني.